بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. يوم جميل وليله جميله للشعب المصري وجمهور الكره المصريه، واحنا بنتكلم ايضا يعني حاجه جميله جدا، السعاده الكبيره لجمهورنا والسعاده الكبيره اللي شفناها للاعبتنا وجهازنا الفني بعد اللقاء والفوز الكبير على المنتخب المغربي. يعني احنا فعلا لما نيجي نقول مصر، مصر ام الدنيا، مصر ام الكره الافريقيه، مصر مهد الكره في افريقيا، وبالتالي تستحق النهاردة أو يستحق المنتخب المصري الفوز بهذا اللقاء، اللقاء الصعب، اللقاء دائما بيكون فعلا فيه أمور كتيرة جدا فنية وأمور كتيرة جدا يعني من روح معنوية وحساس بشكل كبير ما بين دائما المنتخبين، سواء المنتخب المصري والمغربي طبعا مع بعض، أو حتى المنتخب المصري والمنتخبات شمال أفريقيا العربية. وبالتالي طبعا النهاردة فوز كان مهم وفوز كان يعني رائع. منتخبنا منتخب تقيل، اللي كان واحنا بنتكلم في الفترة الأولانية الدور الأول طبعا تدرج المستوى ثم الوصول إلى هذه المباراة، واضح جدا الفرق الخاص في شخصية منتخبنا وتاريخنا الكبير في كرة القدم وتاريخنا الكبير في الكرة الأفريقية. ده النهاردة اللي احنا شفناه من لعبتنا، شفنا الروح، شفنا الأداء التكتيكي العالي مع منتخب من المنتخبات الكبيرة، وظهرت بقى شخصيتنا وظهر الشكل العام لمنتخبنا وازاي قدرنا بعد تأخر بهدف انك بترجع وبترجع وبتكسب وبتحرز هدف تاني. نجمنا الكبير محمد صلاح، نجومنا الكبار كلهم، يعني مش عايز اقول بس صلاح فقط، صلاح عمل مجهود كبير جدا ويعني وتم اختياره كأحسن لاعب في المباراة بناء طبعا على مجهوده الكبير والاسيست اللي عمله والهدف اللي احرزه، وده يستحقه صلاح. لكن في الاول وفي الاخر كل لاعبتنا النهارده، من اول ابو جبل اللي تم تغييره طبعا الاصابه وحجازي اللي تم تغييره الاصابه، ثم بقيه اللاعبين حتى مصطفى محمد والتغييرات اللي حصلت، كلهم يعني ما شاء الله عليهم رجاله وابطال، وهي دي الروح اللي احنا عايزينها. لو لعبنا بنفس الشكل ده والاداء ده قدام اي فريق، يعني حتى لو وصلنا لكاس عالم ولعبنا بالشكل والاداء ده، يعني هنحقق حاجات كتير، هنبقى يعني مباريات كتير نقدر نحقق الفوز فيها بشكل كبير. وبالتالي البطولة بطولة صعبة، أنا بشوف أنها من أصعب البطولات اللي ممكن يكون بيخوضها منتخب مصر في سنين الأخيرة، نتيجة طبعا المنتخبات الكبيرة اللي بيقابلها في مشواره. يعني أول ماتش كان منتخب نيجيريا، ثم دور الستاشر بتقابل منتخب كوت ديفوار، ثم دور الثمانية منتخب المغرب، الدور القادم منتخب الكاميرون، وبالتالي طبعا مشوار صعب. بالنسبة لفرق أخرى كانت الأمور ممكن تكون أسهل من كده، يعني لو اتكلمنا حتى على المنتخب المغربي ولا المنتخب الكاميروني ولا النهارده المنتخب السنغالي اللي وصل ايضا لدور الاربعه، برضو مشوارهم كان اسهل من منتخبنا الوطني. لكن هو ده المنتخب المصري، المنتخب القوي، المنتخب ان شاء الله اللي بيبحث عن البطوله التامنه، ان شاء الله قافشين فيها، مش هنفرط فيها، قافشين في التامنه بامر الله، بامر الله هنوصل وهنحقق فوز كبير جدا على الكاميرون بامر الله، ولكن طبعا بالعقل وبالتركيز وبالتجهيز، وده الأهم بالنسبة لنا في الفترة الجاية. هنفرح النهاردة وبكرة إن شاء الله التجهيز لمباراة يوم الخميس بأمر الله، منتخبنا قادر على الوصول للمباراة النهائية. وبقول لكم والله العظيم، والله العظيم منتخبنا بشخصيته النهاردة يكسب البطولة دي مستريح. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة. نتكلم طبعا عن الفوز الكبير ويعني الشكل الجميل لمنتخبنا الوطني والعودة من التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف واحد، دي عودة جميلة مع نجومنا طبعا. هنتكلم معهم كباتن مصر وكباتن البريمو الدائمين، كباتننا كابتن رضا عبد العال، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن سمير كمونة، اللي برحب بيهم طبعا وببارك لهم النهارده. رحب بكابتن رضا اول واحد. كابتن رضا تحياتي ليك. كابتن رضا مبروك حبيبي يا روق، الف مليون مبروك لمصر، مبروك يا كباتن، مبروك. وهو ده الكلام، وهي دي اللعيبه اللي هي خرجت من الام حلو واحرجتنا. بس احنا ايه، ما احرجناش احنا، لان كانت مصر كلها زعلانه منهم. بس انت كنت شويه زياده شويه كابتن، عشان كده جاب نتيجه اهو. هو انا لولا قرصنا كان صلاح عمل المؤتمر، كان شد اللعيبه. انت ما بتلعبش كوره، انت بتلعب بالروح دلوقتي والاصرار والعزيمه. طيب انت ما بتلعب بجد، يعني احنا ككوره يعني لا انت شايف ان يعني لا. طب انا هجي لك بقى كابتن، معلش هرجع لك كباتن، لان دي ايه قصه طويله. طيب وهيبقى ده، انا واثق ان هيبقى في خلاف النهارده كبير بقى، بالاول مره هختلف معاك في بعض الامور. كابتن رضا، كابتن ابو الدهب برحب بيك كابتن. برحب بك يا فاروق، انا سعيد جدا. مبروك طبعا لمصر، ومبروك لكل الشعب المصري. من حقنا نفتخر ان احنا عندنا منتخب قوي، ان انت بتكسب فرق قويه، بقى عندك ثقه ان انت تاخد البطوله، ده ما كانش موجود. لكن من حقك ان انت تفتخر ان انت عندك لعيبه، عندك مدير فني بقى فاهم الوقت وواعي، فاكيد
فرحانين النهارده بالمكسب، بتكسب كوت ديفوار، بتكسب منتخب المغرب. اكيد خلي بالك كل منتخب مصر مستني البطوله والكلام ده كله يوصل للعيبه، اكيد واصل اللي شفناه النهارده بالروح القتاليه العاليه من الاداء الجيد، انتشار جيد، كل ده موجود. لكن في النهايه بقول لك مبروك مبروك منتخب مصر. مبروك كابتن كمونه، ومبروك كابتن برحب بيك حبيبي رؤى، مبروك ومبروك للشعب المصري، مبروك للكره المصريه، اداء رائع. ماتشين على التوالي مع منتخبين قوي جدا، كوت ديفوار ومرشحين بقوه، مرشحين عندهم محترفين على اعلى مستوى. لكن انا بحيي اللعيبه جدا ان هي في تماسك وفي روح عاليه قوي قوي قوي، وثبات التشكيل والتجانس كل ده حلو قوي، بيترجم لك لمكسب. وانا ما زلت ومصر ان منتخب مصر افضل منتخب في افريقيا، ان شاء الله ناخد البطوله. نزلت منك قوي ان انت قلت يعني اخواتنا العرب مش عارف تونس والمغرب والجزائر اول ما لا مع احترامنا للجميع. مع احترامنا للجميع كل المنتخبات العربيه على عيني وعلى راسي، ومنتخبات عندهم محترفين ولاعيبه قواي، وفي منتخبات بتبني منتخب جديد وعندهم عناصر شباب. انما انا بتكلم على منتخب بلدي ان هو افضل منتخب عربي ومنتخب افريقي حاليا. صحيح. طيب كابتن رضا، خلينا نبتدي مع حضرتك والماتش النهارده، واحنا بنقرب يعني بيقترب حلم التمنه. كابتن رضا وعدني وقال لي لو خدنا بطوله امم افريقيا وكروش اخذ البطوله هتعمل ايه يا كابتن؟ قلت هروح للمطار. تعمل ايه؟ ابوس ايد. حضر نفسك ان شاء الله، يعني مش عايزين نقاطع. يعني انا بقول ما عنديش مشكله النهارده كابتن، واداء النهارده وروح النهارده لو كملنا بيها في الماتشات الجايه ان شاء الله البطوله سهله بامر الله. ما فيش حاجه سهله بس يعني هتبقى في المتناول بامر الله. فحضر نفسك. ما حضر نفسي على ايه؟ عشان ان شاء الله يعني ما عنديش مشكله، بس جيب لنا الكاس ان شاء الله. وعمري ما برجع في كلامي، خلي بالك. طيب خلاص. انا هسولك انا لغايه المطار على فكره. مفيش مشكله، هنروح كلنا. لا انت لا انت لقيت الناس دي. لا هنروح. لا لا ما دولت يروح عشان شاهدين، ما كانوا شاهدين. طيب شاهدين عشان هدي كروش ايده لرضا. كابتن رضا هيسحبها. عامة كابتن يعني رايك في اداء منتخبنا النهارده؟ وانت بتقول لي روح اللاعبين. واصراره. مش فكر مستر كروش، بالرغم من الراجل يعني قابل صعوبات في تغييرات لاعبين، في صعوبات في الفريق قدامه قوي جدا، في تغييرات يمكن كانت مهمه جدا في المباراه، غيرت شكل اداء منتخبنا في الشوط الثاني بالذات، ورجعت من 1-0 ل 2-1، وده حاجه يعني اقول لك السبب. اتفضل. طيب السبب ان المغرب جابت ضربه الجزاء بدري، فرجعوا مهاجمكش وما لعبوش عليك لان هم جابوا جون فعايزين يحافظوا عليه، فكروا ان هم زي السنين اللي فاتت لما الفرق اللي هي شمال افريقيا بتجيب فينا جون فبتعمل ايه؟ فبتبدا تضيع الوقت وتبدا تبوظ لك اللعب وتبدا تنرفز لعيبتك، واخد بالك؟ فانما كان بدري فهم كشوا بدري فادونا، واحنا بنقول الحمد لله. سيبك بقى من المدرب والكلام الفاضي ده، الحمد لله ان هم جابوا الجون بدري عشان يرجعوا لورا ويقابلوك من نص ملعبهم، فده اداك ثقه وسيطره. ايوه بس منتخب المغرب يا كابتن رضا مش من المنتخبات اللي هي يعني عندها قوه هجوميه كبيره، وبالتالي حتى لو جابوا جون فعندهم الامكانيات الهجوميه مش امكانيات دفاعيه. يعني يعني اسلوب لعبهم دائما ما فيهوش فكره الرجوع لورا والتقفيل، ولكن انت اللي فرضت النقطه دي عليهم. لا طب تسمح لي كابتن بس قبل ما تكمل النقطه دي، معانا الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ونبارك له، ولازم طبعا نبارك لمصر كلها والمسؤولين واللاعبين والجهاز الفني، واكيد طبعا خطوه ان شاء الله نحو اللقب ان شاء الله الثامن بامر الله. دكتور ايهاب تحياتي ليك. مساء الخير يا كابتن فاروق، مليون مبروك يا ابو كباتن، وتحياتي طبعا للكابتن سمير كمونه، كابتن ابو الدهب، كابتن رضا عبد العال. مليون مبروك. مبروك يا دكتور. مبروك يا دكتور. مليون مبروك يا جماعه. مليون مبروك يا كابتن سمير، كابتن ابو الدهب، كابتن رضا، مليون مبروك. مبروك. مبروك يا دكتور، وان شاء الله كده عقبال ما نرفع الكاس باذن الله ان شاء الله. يا رب. انا طبعا مستمتع يا كابتن فاروق بكلامك مع كابتن رضا عن يعني سر الفوز النهارده. لكن هو الكابتن رضا، هو الكابتن رضا عبد العال، هو كان نجم كبير طبعا، وواحد اللي كنا بنستمتع بيه في كره القدم، محدش يقدر ينكرها ابدا ابدا، الواحد من احرف الناس اللي لمست رجل كره القدم في مصر حبيبي. بس انا بقى هختلف مع كابتن رضا، وانا هنضم للكابتن فاروق كابتن رضا في الحته اللي اتفضل. منتخب المغرب، منتخب المغرب معروف بقوته الهجوميه الضاربه، تمام؟ بس مش معانا يا دكتور. نعم عشان احنا فرضنا يعني على عيننا وراسنا. المغرب حبايبنا
ومعلش بس المغرب حبايبنا وفرقه كبيره وكل حاجه، بس هي في البطوله ما قابلتش منتخب. احنا قابلنا ثلاث منتخبات اقوى من بعض، نيجيريا كوت ديفوار والمغرب. تمام. هم ما قابلوش حد. اول فرقه يقابلوها صح او واقفه صح او منظمه فرقتنا. تمام. والجول... يبقى احنا نقول يا كابتن رضا ان احنا فرضنا اسلوب لعبنا على المنتخب المغربي. لا ما فرضناش. بص ما فرضناش، هم اللي فكروا ان هم لما جابوا الجون ان هم هيقعدوا فتره كده مثلا عشان خلاص المباراه انتهت على كده. عايزين يودوا قصدك المباراه على كده. بس احنا قدامنا اربع ماشي، ما هم ما هجموش. بص يعني هقول لك بدليل ايه يا دكتور؟ اتفضل. ان انت كل الخطوره اللي كانت عليك الحكم هو اللي خلقها. ان هم ما راحوش بانفراد غير بالكره بس، الكره الثابته من الكره الثابته الهيدرز بس اللي محمد ابو جبل طلعها، وده نقطه تحول كانت في المباراه الصراحه برضو. دي الهجمه الوحيده بتاعتهم، انما هم عاشوا واستنوا ان الحكم يديهم فاول هنا وفاول هنا وفاول هنا. وحكيمي عشان تعرف ان هم كلهم متوترين وخايفين، حكيمي في الماتشين اللي هم اللي فاتوا اللي فات واللي قبليه جاي ضربتين جونين من ضربتين حرتين من بره ال 18 ومتطوحه وبعيد. النهارده جاله كورتين مواجهه للجون، لو عمل كده او عمل كده يجيب جون، بس عشان التوتر. اتفضل يا دكتور. اتفضل. انا عموما برضو هاخد من كلام الكابتن رضا وهقول معنى ان المنتخب المغربي متوتر قدام منتخب مصر ده بما لا يدع مجال للشك، ان الحمد لله ان منتخب مصر وقف على رجله مره ثانيه بعد مباراه نيجيريا. وطبعا كانت في مداخله معاك يا كابتن فاروق يوميها، واحنا اعتذرنا للشعب كله عن سوء الاداء وليس عن النتيجه، وقلنا ان احنا مش هنقيم منتخبنا من خلال مباراه. احنا دايما في البطولات المجمعه منتخب مصر بيزداد تالقه من المباراه للثانيه، وده اللي حصل. المباراه الاولى ثم المباراه الثانيه والثالثه، وبعد كده شفنا الماراثون. احنا اصعب مشوار للمنتخبات اللي موجوده حتى الان بكل تأكيد. بالنسبه ان احنا بنقابل منتخبات كبيره يعني الباقي المنتخبات ما لعبتش بنفس القوه. وخلينا برضو نشيد ان لما المدير الفني ما يكبرش، لما المدير الفني يعني يستمع لصوت العقل ويشوف يوظف كل لاعب. لا لما تشدوه يا دكتور يعني تشد وعارف ان هو مش رايح بطوله زي ما كان بيقول بطوله، اصل انا مش جاي طول عمرك يا كابتن رضا بلاش نقول يا دكتور احنا مش عايزين نضحك على الناس، احنا نقول الحقيقه. لان هو لو ما تشدش واتقرص والله كان هيقول لك انا مش جاي. على فكره دكتور ايهاب قال ان احنا قعدنا واتكلمنا مع طبعا انا قلت ان الاستاذ جمال علام وصل الرساله بحينها على طول، والراجل استجاب. يعني الراجل طالما الراجل استجاب خلينا نقول هو مدير فني كبير، يعني طبعا تاريخه معروف لنا كلنا. تمام. اذا كانت بدايته معانا كانت متعثره لكن الحمد لله. خلينا اقول برضه ان بطوله كاس العرب الاخيره خدنا منها محمد عبد المنعم، شفناها الحمد لله بيتالق، شفنا عمر كمال بيتالق، شفنا اكثر من لاعب بيتالق في البطوله نتاج المجموعه اللي تم تجربها في كاس العرب. فخلينا نقول الحمد لله. احنا فرحانين يا دكتور، انا بكلمك عشان احنا فرحانين على فكره. اكيد. فاحنا بس هو كابتن رضا ده ايه يعني كابتن رضا بيقول من فرحته طبعا، وهو عايز منتخبه يبقى في افضل حاله. لا والرجاله لما اتحدت اللعيبه أكيد. فرحونا كلنا يا دكتور، هو ده اللي احنا عايزينه. انت عارف والله العظيم لو قدر الله كان خسروا النهارده او الماتش اللي فات والمصحف هتسقف لهم والله. ده الروح. انا معاك بس عملوا اللي عليهم وزياده. شفت يعني اللقطه في المباراه اللي فاتت لما الشناوي وابو جبل شفت ازاي خايفين على بعض وحضنوا بعض. شفت النهارده برضو صبحي وابو جبل والراجل مش راضي يطلع من المباراه واتحامل على نفسه، فدي الروح. عجبني جدا محمد صلاح، كان البعض يقول لك لا محمد صلاح كابتن بكل ما تعنيه الكلمه. محمد صلاح واحد يعني خارج التقييم تمام. محمد صلاح النهارده قدر ان هو يلم الفريق كله واصبح على قلب رجل واحد. الكل خايف على اسم بلده، والكل بيبذل كل ما لديه من جهد داخل المستطيل الاخضر. وبالتالي كانت الفرحه النهارده فرحه كبيره جدا اللي الشعب المصري كله عايش. ايوه. وبعدين يا دكتور يعني فكره المنتخب المغربي ودايما حساسيه اللقاء ده كانت اكيد في الحسبان للعيبه، وتفكير ان الشعب المصري منتظر الفوز، وبالتالي طبعا كانت ضغوط كبيره على اللعيبه، وكمان خسران واحد وبترجع للقاء ده، يعني برضو لازم نشيد بيهم الصراحه بامانه. يعني تمام يا كابتن فاروق، احنا دايما كنا في ماتش كوت ديفوار نقول ان التاريخ بينحاز الى الجانب المصري على جانب الاجوات. النهارده كنا بنقول لا، التاريخ بينحاز للجانب المغربي على الجانب المصري. لكن زي ما انا بقول دايما ان الكوره ما فيش حاجه اسمها تاريخ. الكوره معناها ان انت تتعب تعرق يعني تبذل كل ما عندك من طاقه ومن جهد داخل المستطيل الاخضر، ربنا هيوفقك. لما يكون الكل غيور، الكل خايف على اسم بلده، الكل شفناه النهارده لا كل واحد عاوز يطلع كل اللي عنده. التريزيجيه نازل النهارده والله يا كابتن فاروق، والله انا قلت النهارده التريزيجيه
دي هيجيب جول. قلت لهم الراجل عاوز يعوض كل زي ما النني المباراه اللي فاتت والمباراه دي. لا لا النني المباراه النني النهارده حاجه يعني ما شاء الله رائع. شعلت نشاط كابتن فاروق ورا وقدام ويقطع ويرحل لا المنتخب حاجه تفرح. يا رب يا رب يا كابتن فاروق كابتن كمونه كابتن ابو الدهب كابتن رضا تكمل على خير ان شاء الله هتكمل ان شاء الله. والنيه شاء الله. عندنا كمان في الاتحاد والله النيه طيبه جدا فعشان كده بوشكوا حلو كمان يا دكتور بامر الله ربنا يسرها كابتن فاروق ان شاء الله. طيب عايزين نطمن على لاعبتنا يعني سواء ابو جبل بقى وحجازي مجموعه الونش اخباره ايه الونش ما يعني حتى الان هل اموره مستقره ممكن يقدر يبقى موجود الماتش الجاي؟ احنا بنتكلم على 3 4 ايام والماتش اللي جاي يوم الخميس بامر الله وبالتالي نطمن من حضرتك يعني. عملت تليفون مع الاستاذ خالد الدرندلي يعني حوالي من ساعه تمام كانوا حتى هم في الفندق بيتعشوا وقعدنا يعني ضحكنا مع بعضنا وقلت له وشك وش حلو مع سيتي اللي هو مشهور طمني على الاصابات فقال لي طبعا الاصابات النهارده اصابات في العضله الضمه وان شاء الله باذن الله هيبقى في اشعه بكره احمد حجازي ولابو جبل ومن خلالها هنشوف الدنيا بس صعب جدا يعني الرؤيه حتى خلط واحد برضه اخصائي تاهيل قال لي صعب جدا الحال المباراه اللي جايه لكن الونش ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره يكون موجود في المباراه القادمه ويعوض غياب حجازي ان شاء الله باذن الله ونش موجود في التدريبات الجماعيه وهيشارك الفتره دي وان شاء الله باذن الله هيلحق بالعزيمه والاصرار والحمد لله اصبح معافي تماما وان شاء الله هيكون في المباراه القادمه باذن الله. لكن ابو جبل وحجازي بنقول لهم مليون سلامه زي ما قلنا للشناوي مليون سلامه واكرم قبلهم اصابات كثيره جدا ضربت منتخبنا لكن كل واحد بينزل مكان الثاني بيثبت الولاء والانتماء لبلده وان شاء الله تكمل على خير ويرجعوا لنا بمليون سلامه ان شاء الله. والابطال اللي موجودين داخل مستطيل الاخضر اللي بنحييهم كلهم وبنحيي الجهاز الفني كارلوس كروش وكل الجهاز كابتن ضيا وكابتن شاو وجميع المجهود كابتن عصام الحضري ان شاء الله باذن الله تكملوا فرحتنا ونرجع وان شاء الله محملين بالكاس وهنقول لكم مليون شكر على كل اللي عملتوه لمصر خلال الفتره دي زي ما قال الكابتن رضا حتى ولو كان حصلت لا قدر الله هزيمه كنا هنحييهم لان في اصرار وفي عزيمه داخل الملعب. كابتن ليه اسال في السريع كده يا دكتور بعد اذن حضرتك؟ اتفضل يا كابتن رضا. هو عصام الحضري بيقعد في المدرج ليه؟ ايوه ده عدد معين يا كابتن حبيبي ماشي معايا المدير الفني بيختار يعني هو الاهم ولا محمد شوقي؟ ايه هو الاهم ولا ديو؟ هو بالنسبه له في حاجات مهمه يعني افضل يعني النهارده مثلا النهارده مثلا في اصابه مثلا لابو جبل وفي مين اللي يسخن اللاعب ومين اللي يدي الثقه هو يعني عنده اصل التسخين ده مش مفيهوش مشكله خالص ده لعيب كوره عادي ما تبررش بس احنا بنسال هو مطرود؟ اتفضل يا دكتور لو عايز تجاوب على السؤال. لا انا مش يعني انت عارف يا كابتن فاروق كابتن رضا هي رؤيه جهاز فني مع بعضيهم تمام يعني ما حدش يقدر يتدخل هم شايفين انا معاك اللي انت وجهه نظرك كويسه جدا ومنطقيه جدا ان برضو الحراس المرمى بيحتاجوا المدرب بتاعهم يكون موجود معاهم بتعليماته لحاجه معينه زي ما قلت النهارده حصلت اصابه انا معاك في دي تماما كابتن رضا لكن يعني هي رؤيه الجهاز الفني مين اللي يقعد كابتن شوقي يقعد كابتن يقعد كابتن عصام يقعد طبعا دي ما نقدرش نتدخل فيها لكن انا معاك ده امر منطقي جدا يا كابتن انا معاك. وهو كمان اللي بيختار مين اللي ينزل يعني كان في جاد وكان في وبعدين هو كارلوس كوريش كمان كان انت عارف ان هو كان حارس مرمى يعني هو كان بيلعب ومساعده حارس مرمى برضه فعنده خبره حراس المرمى كتير جدا يعني برضه ايوه ماشي ما اختلفناش بس نشوف الراجل دوت يعني موقفه ايه دي حاجه تانية حاجه الاستاذ خالد الدرندلي صرف مكافاه برضه للمره دي 500 دولار ولا انا هقول لحضرتك حاجه طبعا انت لاعب كبير وكنت موجود في المنتخب اللي اتصرف ده كان خلاف اللائحه اللي منصوص عليه في اللائحه وحضرتك عارف تمام يعني الوصول لدور ال 16 له طبعا حافز بلاش اقول حافز دي طبعا اللائحه بتنص على القيمه اللي هياخدها كل لاعب في حاله الوصول وحاله الوصول لدور الثمانيه امال ال 500 دولار كابتن خالد قال يعني هم 1000 دولار كمان واتصرفوا 1000 ونص مش 1000 كمان وده كان حافز اضافي عن اللي هو موجود داخل اللائحه اللي بتنص عليها بس في ناس طلعت اتريقت عليها وانتوا بقى بعد كده في مجلس الاداره توافقوا عليها وتكتبوها بقى يا دكتور في ناس طلعت اتريقت على القصه دي انا معاك يا كابتن رضا لازم يبقى في وقفه بجد لان الناس ما مش عارفه ان في لائحه واللاعب بيصرف قد ايه يعني والله لو ادينا لهم ايه يعني ده طبعا يعني كل لاعب يستحق اقول لك يستحق فلوس الدنيا كلها ان هو بيقدر يسعد ده طبعا أيوه. لكن اللي طلع من دولارات زي ما قال الاستاذ خالد الدرندلي المره اللي فاتت ده زياده على ما هو منصوص عليه داخل اللائحه يعني ده حافز اجاده شكرا جزيلا على النهارده فلوسكم فالنهارده اتصرف يا دكتور في مسؤول يا دكتور اتفضل يا كابتن عايزين الكابتن دياي يقفل المايكات بتاعته عشان كل لما يتكلم يسجلوا له لا كابتن دياي لا يقفل المايكات بقى حرام يا جماعه ده كل مره
يا على الهوا كده ويسجلوه يطلعوه مره مش عارف شيكابالا ومره بسطرمة ومره يقفلوا له المايك شويه يا دكتور ما تخلوش معلش معلش تعد على خير ان شاء الله يا كباتن باذن الله باذن الله. طيب سؤال اخير يا دكتور قبل بس ما اختم مع حضرتك خاص بمباراه القادمه يمكن طبعا ما قيل عن الفتره اللي فاتت وكل مواجهات المنتخب الكاميروني او المنتخبات اللي بتواجه منتخب الكاميرون بقى في بعض الامور الخاصه ب يعني المساحات ويعني كلام كتير في الامور التحكيم دي. اهم حاجه يا دكتور والتحكيم اهم حاجه جزء التحكيم دي طبعا التحكيم يعني النهارده اقسم بالله احنا كنا بنلعب ضده فهل هل هل في امور خاصه ب بس منتخب في فكره عملت المساحات بعيد عن الاتحاد الافريقي مثلا ولا لا انت عارف يا كابتن فاروق ان ده بروتوكول موجود داخل البطوله ولازم المسحه بتتم من خلال الاتحاد الافريقي لكن انا عاوز اكد لحضرتك ان احنا يوميا بيتعمل مسحه لكل البعثه المصريه اللي موجوده من خلال ادوات واخدينها معانا من هنا من القاهره تمام بتظهر نتيجتها يعني يوميا بتجرى مسحه للبعثه المصريه بالكامل قبل ما بتجرى المسحه الخاصه بالاتحاد الافريقي لكن لا غنى عن مسحه الاتحاد الافريقي لان دي المسحه الرئيسيه وربنا يستر يعني انا يعني مع كامل احترام للاشقاء في الكاميرون يعني وقته لاعب كبير جدا محدش يقدر ينكر واحد من افضل من اساطير الكره في العالم لكن لما طلع وقال احنا بنقدم للعالم نسخه من افضل النسخ على الاطلاق فدي طبعا علامه استفهام تعدى على خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله تعدى على خير وعندنا ثقه ان شاء الله باذن الله ربنا هيعدي على دكتور ايهاب مبروك الف مبروك منتظرينك بعد الماتش الجاي كده برضه نستضيفك واحنا مبسوطين وفرحانين ووصلنا للمباراه هتيجي تقعد معانا هنا ان شاء الله ووشك حلو يا كابتن فاروق وكابتن رضا وكابتن كمون وكابتن ابراهيم الف مبروك يا دكتور ان شاء الله خير شكرا يا دكتور طبعا ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وبنبارك لهم كلهم يعني الصراحه مش دكتور ايهاب بس طبعا هو اللي موجود معانا وبيكلمنا دلوقتي بيقول لنا كل الاخبار الخاصه بمنتخبنا والشكل الخاص بمنتخبنا وفكره المساحات الاضافيه اللي بيعملها المنتخب كل يوم عشان يطمنوا على اللعيبه وان شاء الله اللعيبه الفتره اللي جايه يعني خلي بالهم على نفسهم شايفين اصابات كتير ابو جبل الحجازي يعني المجموعه اللي موجوده في الوقت الحالي طبعا ما تستحملش ان في حد تاني ينقص من المنتخب المباراه اللي جايه مباراه صعبه مباراه كبيره كابتن رضا كابتن كمونه كابتن الذهب هرجع لك تاني كابتن رضا ونكمل لكن عندي فاصل نطلعوا ونرجع نكمل كلامنا وتحليلنا عن الماتش لسه طبعا ما خدناش منكم سخنا كده في التحليل لسه. لكن هنرجع مع حضراتكم مره تانية بعد الفاصل عندي تقرير قبل الفاصل عن اراء جماهيرنا بعد اللقاء وفرحه الفوز طبعا فرحه كبيره يعني اكيد محمد صلاح النهارده لعب باسمه وبرجولته وشرف مصر وشرفنا صراحه يعني الناس اللي بتقول هو بيلعب في ليفربول بس لا طبعا محمد صلاح النهارده كان ايقونه في المنتخب ولعب بقلب بصراحه ويعني ربنا يكرمه يعني بصراحه فرحنا كلنا لعبت المنتخب النهارده طبعا كلهم كانوا رجاله حابب تقول ايه بقى ورساله لعبت المنتخب بعد الفوز والله اللعيبه رجاله يعني بسم الله ما شاء الله عليهم فتوح محمد صلاح كلهم يعني بدون ذكر اسامي يعني كلهم بصراحه رجاله وان شاء الله في ماتش الكاميرون يعني يا رب البدله ما يكونش وقع بس عشان لعبنا اكسترا تايم مرتين وان شاء الله نغلب الكاميرون ونوصل النهائي باذن الله باذن الله يعني النهارده فرحه طبعا كبيره جدا بعد الفوز على المنتخب المغربي يعني يمكن منتخب مصر الوحيد اللي قابل الكوتوفار والمغرب منتخبين اقوياء في الدور طبعا ال16 ودور الثمانيه حابب تقول النهارده ورسالتك لعبت المنتخب النهارده الحمد لله عملنا ماتش حلو جدا يعني وكانت اللعيبه رجاله بسم الله ما شاء الله وكان الدنيا كلها كويسه النهارده بسم الله ما شاء الله يعني والفرقه كلها كويسه وصلاح رد على الكل ماتش عملناه والروح باذن الله دي اللي هتجيب البطوله يعني ان شاء الله حابب تقول يا حاج بعد الفوز المصري هي دي مصر وهي ده الشعب المصري وهي دي لعيبه مصر وهي دي مصر وبنبارك لمصر وان شاء الله هناخد البطوله شايف مين رجل المباراه النهارده مباراه لعيبه كلها رجاله كل لعيبه مصر رجاله وطول عمره مصر كده طول عمره لعيبه مصر كده واحنا بنحيي مصر والشعب المصري كله بيحيي لعيبه مصر بنقول الف مبروك لمصر والف مبروك لعيبه مصر النهارده بقى نقول ابو جبل رغم اصابته كان حابب ان هو يكمل نزل محمد صبحي على نفس السيناريو مباراه الكوتوفار الشناوي اتصاب ابو جبل نزل قدم عليه النهارده برده محمد صبحي رساله بقى لحراسه مرمى منتخب مصر رساله لكل الدول الافريقيه ان عندنا ما شاء الله ما شاء الله منتخب محترم لعيبه محترمه جهاز فني على اعلى مستوى وان شاء الله ان شاء الله هنكسب الكاميرون ان شاء الله وهناخد البطوله ان شاء الله وانا بحب من عندك هنا بحب احيي جدا محمد الشناوي قبل محمد ابو جبل والف مبروك الف مبروك لكلهم مبروك النهارده الفوز حابب تقول ايه بعد الفوز حاجه بس محمد صلاح ان هو فخر العرب بس مبروك لمصر وشعب مصر وكل لاعيبه مصر الف الف مبروك وان شاء الله طريقنا للنهائي باذن الله تعالى
باي لعيبه باذن الله تعالى طريقنا للنهائي ان شاء الله تعالى. والف مبروك للعيبه والاداره وكل الشعب المصري. والله هو المنتخب يعني لعب بشكل كويس وادى كره كويسه وعمل اللي عليه، وابو جبل برضه عمل اللي عليه وادى ماتش كويس، وان شاء الله يعني تأهلنا نص النهائي ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله يعني. والف الف مبروك لمصر وكل المصريين. هو ده منتخب مصر اللي احنا عارفينه، هي اللعيبه بس لما عرفت حقيقه وضعها وحجم منتخب مصر مش قليل، فهو ده منتخب مصر اللي احنا نعرفه، واحنا الاحق بجد بالبطوله يعني بتاع دور المجموعات ده يعني مرحله وعدت. ده منتخب مصر الحقيقي، الف مبروك للمصريين كلهم. الفوز على منتخب كبير زي المغرب بتبقى ليه طبعا وقت من الفرحه، اكيد هتستمر حتى الغد بالنسبه للاعبين، وبالتالي طبعا التجهيز لمباراه الكاميرون بابر اللي في الدور قبل النهائي. كابتن رضا، خلينا نكمل كلامنا الفني عن اللقاء، وكنا بنتكلم على الشكل الفني لمنتخبنا وان المنتخب المغربي كان هو هدفه احراز هدف والتراجع لنص ملعب بحيث ان هو يقفل ويضيع الوقت حتى الدقيقه الاخيره. لكن منتخبنا من وجهه نظر انا الشخصيه بقى بعيد عن وجهه نظر الكابتن، ان هو اللي فرض سيطرته، هو اللي خلى منتخب المغرب يتراجع، مش منتخب المغرب هو اللي تراجع بمزاجه يعني. ده وجهه نظر. طب ماشي وجهه نظر. ضيعت كام فرصه؟ ضيعت كام فرصه عشان تقول ان انت خليته تقهقر ورجع لورا وخاف منك والكلام ده؟ عندك نسبه استحواذ عاليه رقم واحد. ضيعت كام فرصه؟ عندك ايمن اشرف شوط، فتوح شوط، فتوح شوط، ماشي كل ده من بره. كل ده ياسين بونو انت طلع. ضيعت كام فرصه؟ طب ما هو مش التسديد ده فرص؟ لا طبعا مش فرص. الفرصه مثلا زي الكره اللي هم حطوها في ماتش زي المغرب ومصر، كام فرصه ممكن تيجي اصلا كده؟ بص ما انت تقول رد عليا، انا هقول لك اهو كام فرصه في ماتش كبير زي ده ممكن يجي للفريقين. لو انت بدات بحد غير مصطفى محمد ومرموش هتروح للجون وهتهدف. اسمع اللي انا بقول لك عليه النهارده. انت استحوذت ورحت بس كله بتخلص عند ال 18، واخد بالك؟ انما انت كخطوره لا، احنا مش عايزين بس نزعل الناس، احنا احلى حاجه في كل ده الروح والاصرار ان انت ما تخرجش خسران، وهو ده اللي اداك الاحساس ان انت لازم تهدف. طول ما انت عندك الاصرار هتهدف. بس انا بتكلم على حاجات تانية اللي هي النهارده مثلا عجبك مصطفى محمد؟ بصراحه مصطفى يعني بعيد النهارده، بس طيب. عايز اقول الماتش اللي فات بس هو عمل مجهود كبير جدا، ماليش كان دعوة. جزء كبير جدا في هد دفاع المغرب، وان يبتعد شويه الناس او المدافعين عن محمد صلاح وحتى مرموش وتريزيجيه لما نزل، يعني برضو عنده كان دور مهم جدا. لا انا عايزه يجيب جول. ماشي ما هو فيش فرصه اتخلقت ليه. طيب ما هو ليه؟ عشان يعني الفرصه اللي اتخلقت من صلاح لتريزيجيه جابها تريزيجيه لانه كان مكمل. في واحده الشوط الاولاني جيري فتوح وعملها بالعرض، لو هو خد القريبه اللي زيك وزي حسام حسن ما لحقهاش. هو اخد قريبه بس ما لحقهاش يا حبيبي من قبل ما لحقهاش. ده هو لازم يعرف الكلام ده، الراجل خد ناحيه الليفت وهيبدا يحط رجله، لازم انا اللي اسرق المدافع. ما هي دي اللي كان حسام حسن عايش عليها. وانت هو انت كنت قد كده، بس انت في الحاجات دي بتروح تخطف قبل المدافع. تمام واخد بالك. بعدين انت ما شاء الله طول بعرض بجته بكل الكلام ده، انت مستني الكره تجيلك. طب ما انت دلوقتي الماتش اللي فات واللي قبليه بتطلع مش عارف تطلع الجنب والكره بتبقى متزحلقه من على القوره بتاعتك، لانك انت مفروض تطلع تعمل الجنب، انت اللي تركب الكوره مش الكوره هي اللي تعديك. ده الفيرود بقى اللي احنا عارفينه. فانت بقالك ماتش نيجيريا ما حسيناش بيه، ماتش غينيا ما حسيناش بيه، ماتش السودان ما حسيناش بيه. هتقول لي ده حط واحده في العارضه. طب واحده في اربع ماتشات؟ خد بالك. الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار ما حسيناش بيه، ماتش النهارده ما حسيناش بيه. يقعد بقى حد ينزل متحرك. يعني انت مثلا محمد شريف الماتش اللي فات لما نزل في ماتش كوت ديفوار حط واحده، والراجل لو ما كانش خبطه في وشه كان ممكن يحطها جون، واتحرك وعمل واحده بالعرض في دقائق معدوده. طب ما ننزل واحد يعمل قلق على جون. دي حاجه. تاني حاجه مرموش ده يعني مع كل احترام والتقدير بيعمل ايه؟ هتقول لي شاط واحده وجت في العارضه. طب بعد كده
لا كابتن هو برضه لعيب متحرك ولعيب. طب ما انت عايزين لعيب. طب ما جابها من جابها يعني عكس صلاح الناحيه الثانيه برضه ما يلعب تريزيجيه دور مهم. ما احنا تريزيجيه نزل يا كابتن الناس قالت لك تريزيجيه لسه ما جهزش. لا من الماتش اللي فات واحنا قلنا هنا قلنا الثلاث فرص اللي ضيعها دي هتدي له ثقه انها هدي في الفتره اللي جايه لان خلاص بقى يروح على الجول ما بقاش يخاف حاسس ان هو خلاص بقى يعني رجعت الثقه له 100% وعشان كده هدف النهارده. فانا ابدا بواحد زي ده ناحيه الليفت يا عم ابدا بزيزو على الاقل يعمل لي كروس يعمل لي مرموش ما بيعملش حاجه خالص ده في واحده خدها وراح على الجون رجع بيها تاني ولا انتوا بتشوفوا كوره غير اللي احنا بنشوفها؟ لا احنا بنشوف يا كابتن بس كل واحد كان ليه ادوار معينه وانت ما بتلعبش معلش منتخب يعني جاي من حبيبي والله العظيم الادغال يعني هقول لك على حاجه منتخب كوت ديفوار اقوى منتخب انت قابلته صح. منتخب تقيل ما عنديش واخد بالك ما عنديش شك في كده ومنتخب المغرب وضيع من اقوى وعمل عليك فرص موجوده لا لا, لا بص انا مع كل احترام يعني تونس مغرب جزائر انهي منتخب اقوى فيهم الفتره دي اه التلاته اسم على الفاضي مع كل احترام والتقدير ليهم مش هما يعني اقول لك على حاجه تونس بعد ما كسبت ماتش نيجيريا انا قلت هتاخد البطوله بالروح دي والكلام ده ايه اللي احنا استغليناه النهارده انت امبارح الراجل لما رجع تاني ويا ريته ما كان رجع اللي وقف على الخط ده برضو اهبل شويه في التشكيل وبتاع وايه واتسرق منهم المباراه منظر الكبير اللي هو المدرب فانت مفروض ان يعني انت اللي كسبت بيه العب بيه في لعيبه تانية يعني هو مشي على فكره النهارده ما لازم يمشي ده خسرهم ان هم يوصلوا نهائي مستريح مدرب تونس مدرب تونس يعني هو السبب ان هم ما يوصلوش للنهائي بعد الدفعه اللي خدوها بعد ماتش نيجيريا ده تمام اللي هم ما قدروش يستغلوها ولا هو قدر يستغلها وعلى الجانب الاخر جمال بالماضي برضو كان عنده حته لا ده الغرور الجير. الغرور والثقه وان هو ما بيفكرش في البطوله قد ما بيفكر في الكلام اللي هيتقال عليه والانجاز الشخصي اللي هيتعمله غير كده انما فرقه الجزائر فرقه قويه جدا بس هو السبب اللي وصل للعيبه حته الغرور والتعالي على الكره عشان كده احنا شفناهم بيترنحوا في البطوله اذا كروش الراجل ولا عنده غرور ولا عنده اي شيء ممكن يتقال عليه ان هو ما تخلينا الراجل النادي لا يعني يا كابتن ارجوك لو سمحت يا كابتن رضا ما يعني واحنا شايفين شكل واداء للمنتخب بيتغير انا بقول لك ان هو بيتغير لا اتغير بقى لازم نقول يا كابتن بص اتغير مصطفى محمد يقعد ومرموش يبقى كده بيتغير يبقى انا كده معاك ماشي يا كابتن ادائك بغض النظر هو ده هو ده مش مصطفى محمد بتاع جلطة سراي هو ده مش عمر مرموش بتاع تشيلسي ماليش دعوه مع ماليش دعوه بالاسماء دي انا ليا دعوه باللي هيديني في الملعب انا ليا دعوه دلوقتي طريقه اللعب اللي هتخدمني انا شفت دلوقتي لعيبه مش موفقه لازم تقعد طب انت معترض على التشكيل الخاص بكروش في البدايه بنزول مصطفى محمد ومرموش وايمن اشرف ان يلعب في نص الملعب وايمن اشرف من البدايه طبعا طيب. بس كل ده كوم والمكسب بيغطي على الكلام ده بس كابتن ابو الدهب برايك في كنت ده سؤال كنت هساله لك في بدايه كروش النهارده بايمن اشرف في وسط الملعب ورجوع فتوح والنهارده فتوح يعني من الماتشات الكبيره قوي قوي للاعب زي فتوح وانا مش عايز اتكلم بقى انا بتكلم على فتوح وعلى النني النهارده برضو ماتش كبير جدا كابتن رضا على فكره النني عمله النهارده على فكره احسن من الماتش اللي فات النهارده فعلا لا النهارده كان هايل 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 بجد كان مموت نفسه ايوه ما انا بقول لك اعلى من الماتش اللي فات بكتير طيب كابتن ابو ده برايك في الشكل الفني النهارده بالنسبه للتشكيله ونزول بعض اللاعبين زي ايمن اشرف فتوح من البدايه وايضا لو عندك يعني رؤيه مختلفه عن كابتن رضا في مرموش ومصطفى محمد كان بدايه لقاء النهارده لا ما انا قلنا كتير يا فاروق ان الراجل مقتنع بالطريقه والتشكيل اللي بيلعب بيه وثبات التشكيل وده اللي حسن لك الاداء وحسن لك النتيجه بقى ليك شكل بقى ليك شكل هجومي زي ما انت قلت انا متفق معاك ان انت النهارده المنتخب المصري بقى بيفرض اسلوبه وطريقته في اللعب اللاعبين موجودين النهارده لما اتفرجنا على صلاح لا صلاح النهارده بسم الله ما شاء الله النهارده كل الفرق اول ما الكره بتيجي في رجله ثلاث اربع مدافعين بيبقى مرعوبين يمكن احنا قلنا كده احنا قلنا لا يا حبيبي لا هو بص يا كمون لا خلي بالك ده طبيعي ان صلاح يبقى كده الشعب احنا كلنا بنحب طب ادينا بقى انت قلت لي وانا ارد عليك ماشي ده الطبيعي بتاع صلاح اللي احنا بنحب نتفرج عليه اللي احنا عاوزين نشوف كده احسن لعيب في العالم وعايز اقول لك على حاجه لما يكون عندك لعيب بقيمه صلاح لا بيتعمل له الف حساب في الملعب
النهارده صلاح لما بيمسك الكوره يا فاروق بيروح عليه 3 و4 اقسم بالله وهم بيجروا عليه ركابهم بتخبط في بعضيها. أيوة كنا ممكن انا لا لا ده الطبيعي بس ولا كل الماتشات لا اوعى تفتكر ان حد ممكن يقيم صلاح كلاعب كوره. انت بتقيم على مباراه في اداء مباراه. لكن صلاح النهارده بسم الله ما شاء الله بقى له ماتشين. تسمح لي كابتن اكمل معاك في لا وهترجع لي بعد كده. طبعا هرجع لك زي ما رجعت الكابتن معايا العضو الرابع لفريق التحليل الخاص بالبريمو وجديد الفنانه رندا البحيره. خلي بالك انا قلت زيها رندا مبروك يا رندا مبروك. طبعا انا عارف انك مهتميه بشكل كبير جدا وانا عارف ان قبل كده لما دخلت معانا ما كنتيش حابه تخش في اي برامج لكن طبعا فرحه فوز النهارده مهمه جدا ناخد رايك. البريمو رقم واحد. تنورينا دايما يا رندا والله مبروك لمصر ومبروك ليك. مساءكم فل كابتن رضا منور الدنيا كلها. والله العظيم انت كنت ترند المداخله اللي فاتت. وشك حلو تاني والله والله وشك حلو يا فنانه. ربنا يخليكم ليا والف الف مبروك وبجد مبسوطه قوي. انا يعني دي تاني مره ده شرف ليا ان انا بعمل مداخله مع حضراتكم. ربنا يخليك كابتن فاروق كابتن ابو الدهب كابتن كمونه بجد يعني منورين الدنيا ومبروك الفوز. تاهل بقى للمربع الذهبي خلاص احنا ثبتنا الحمد لله نفسنا جدا جدا وان شاء الله يا رب البطوله تكون مصريه يا رب ان شاء الله باذن الله. احنا كسبنا الماتش اللي فات اللعيبه خدت ثقه كبيره ذاقت طعم الفوز ومسكوا فيه صحيح. ان هو طعمه حلو قوي يعني بجد فعلا والله طعم الفوز المره اللي فاتت بعد ماتش كوت ديفوار قد ايه هم حسوا لا ما هو الجمهور هو رب يعني حسوا ان فعلا الجمهور احنا الحمد لله 100 مليون مصري بنشجع المنتخب. يا رندا الناس بتبقى عايزه تنبسط بمنتخبها يعني في الاخر يعني الفوز نفسه بيخلي الناس في مزاج تاني في حاله تانية خالص. هم اللي بيجمعونا لما بيشوفوا منتخبهم بيفوزوا وبروح معنويه عاليه اكيد يعني اكيد في ظهره طبعا 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 فهم نزلوا طبعا بالروح اللي احنا شفناها النهارده دي واعتقد بنسبه كبيره من وجهه نظري بقى زي ما كابتن مدحت بيقول التي لا قيمه لها ان اللي ناقصنا قبل ماتش كوت ديفوار الفتره بقى اللي احنا كنا فيها شويه عندنا فيها شويه مشاكل المعسكر الطويل اللي حصل قبل ماتش كوت ديفوار اظن ان هو فرق معانا جدا. يعني المعسكر الطويل ده الكباتن اتعرفت على بعض الدنيا عرفوا بعض اكتر قعدوا في معسكر طويل اظن ان ده كان ليه عامل كبير جدا طبعا بيساعد كتير طبعا اظن ده فرق معانا جدا حتى فرق خلاص في ماتش النهارده ان هم مشوا على التراك وداهم والثقه بقى فكره ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا فوزنا المره اللي فاتت فاحنا نازلين. طب رايك ايه النهارده في التشكيل يا رندا عندك يعني كلام عن التشكيل ما انت محلل بقى والله انا امبارح عملت فيديو قلت ان قلت تقريبا التشكيله من غير ما اعرفها كنت عارفه يعني توقعت التشكيل بتاع النهارده ده وحصل يعني كان جايبه صبوره والله يعني دايما عشان زي ما انا قلت والله كانت مخلياهم مش كان لازم ان يحصل يعني التشكيله كانت حلوه. مين اللعيب اللي ما عجبكيش النهارده يا فنانه؟ مفيش حد كان كلهم زي الفل حتى تريزيجيه صالحنا يعني. طب ايه رايك في فرصه رمضان اللي بصراحه انا صالح. على فكره بقى انا للاسف اخر دقيقه ونص عندي التلفزيون فصل معقوله فانا سمعت تحت الصريخ في القهوه كده عداد الكهرباء اللي هو الجديد لان بس انا عرفت ان رمضان نزل في الاخر انا ما شفتش رمضان نزل في الاخر وكان في فرصه جول فاضي خالص هو حب يضمنها ويباصيها لصلاح بس بصاله يعني زياده شويه يعني برضو دي لسه هكلمكم فيها لان طبعا يعني هل ده رمضان نازل ما عندوش ثقه بنفسه ان هو جول فاضي بالشكل ده ما يحطهاش هو برضو بقاله كتير قوي ما بينزلش وده كانت برضو دي مشكله ثانيه ان هم واخدينه من اول من بدري وما نزلهوش خالص فيعني انا ما اقدرش ان انا اقول يمكن يكون مش جاهز حرام. المهم ان روح اللعيبه كانت هايله ودور صلاح كان مهم قوي جاهزيه حراس المرمى عصام الحضري بصراحه عامل شغل رهيب ان يحصل اللي حصل مع الشناوي وبعديها يحصل اللي حصل مع جبل وبعديها يحصل اللي يعني نفس السيناريو اتكرر والنهارده بسم الله ما شاء الله صبحي دي اول مباراه دوليه ليه فان هو ينزل ويعمل كده انا مبسوطه بيه جدا بصراحه. عبد المنعم عمر كمال عبد الواحد يستحقوا كلام كتير قوي يعني مش عايز اطول عليهم كلهم يعني لعيبه صغيره في السن وفي الخبرات الدوليه وجاهزين بالشكل ده حاجه جميله فتوح ان هو يوقف خطوره لعيب بحجم حكيمي بيلعب في المغرب وفي باريس سان جيرمان ويقدر ان هو
يتألق كده. على فكره فتوح كنت شايفاه بعد صلاح يعني ممكن يكون هو مان اوف ذا ماتش يعني. بس بجد بجد جامد جدا جدا جدا. كمان عايزه اقول ان صلاح والمنتخب عموما اتطور على مستوى الطموح والنتائج يعني. نفس الجيل صحيح. ده ما عملش حاجه في بطوله افريقيا 2019 اللي احنا كنا عاملينها. فرصه كبيره ليهم طبعا. تحقيق بطوله دي مهمه جدا. هتتضاف لتاريخهم. صلاح نفسه ياخد البالون دور لقب افضل لاعب في العالم. وده لازم يحصل بنجاحه مع منتخب مصري زي ما كسب دوري انجليزي وكاس عالم والانديه ودوري ابطال افريقيا. لازم ياخد افريقيا مع المنتخب السنه دي عشان هو كده بيقول للعالم انا احسن لاعب في العالم. طب رندا بقى يعني عايز اخدك للماتش اللي جاي بقى ان شاء الله. شايفة التشكيلة عاملة ازاي؟ مين بقى اللي هيبقى في الأماكن؟ يعني خلاص صبحي هو اللي هيبقى موجود إن شاء الله. بس يعني نتمنى إن يعني طبعا أبو جبل يخف، لكن برضو صبحي زي ما أنت قلت كده هو حارس واعد وحارس إن شاء الله يبقى ليه مستقبل الفترة الجاية إن شاء الله. وهات السبورة. تعالي والله رندا وهات السبورة ونقف أنا هنا. أنا عندي كابتن رضا تبقى بصي حالة. لا أنا غالبا إن شاء الله الماتش الجاي هبقى في الكاميرون. طب يلا حلو جميل. يبقى انت من هناك من الكاميرون تشرحي لنا الملعب ان شاء الله. اكلمكم بقى من الكاميرون زي ايه زي الاستاذ اسلام ما اتصل من الكاميرون المره اللي فاتت. طيب يوم نيجيريا او يوم كان السودان مش فاكر. طيب فانا هتصل بيكم هعمل مداخله من الكاميرون بقى. تمام ان شاء الله. رندا انا بشكرك يا رب نكسب الماتش ان شاء الله جاي. طبعا يبقى انا موجودين مع بعض كده ونبارك لنفسنا ان شاء الله ونبارك لكل المصريين بامر الله. بشكرك يا رندا، مبروك لمصر ومبروك لينا كلنا. هرجع لك كابتن ابو الدهب لكن لازم اطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا وتحليلك وللشكل الفني الخاص لمنتخبنا والتشكيله الاساسيه ووجهه نظر كابتن ابو الدهب فيها، هل ممكن يكون فيها تغيير؟ يعني هنشوف كابتن ابو الدهب يقول بعد الفاصل مع كابتن ابو الدهب وكباتن النص طبعا في الاستوديو. يعني كل التحيه لكل من ابو جبل، ابو فتوح، حجازي، عم منعم، عمر كمال عبد الواحد، اشرف، ايمن اشرف، عمرو السليه، النني، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح، تريزيجيه وزيزو، محمود علاء، صبحي ورمضان صبحي ومروان حمدي حتى في اخر دقيقه وهو بينزل الروح باينه على كل لعبتنا. كل التحيه ليهم ان شاء الله. مستنيينكم في مباراه الكاميرون وانتوا بنفس الروح بنفس القوه ان شاء الله تحققوا حاجه ان شاء الله تكون امل كل المصريين هو الفوز بيها والفوز بهذه البطوله والفوز بالمباراه القادمه طبعا بدايه لحلم ولقب التامنه ان شاء الله. كابتن ابو الدهب خليني ارجع لك وتشكيله الفريق. يمكن كابتن رضا كان عنده بعض الاعتراضات خاصه بالتشكيله، كانت بتقول ان لو هم مش موجودين او حد مكانهم زي مصطفى محمد، طبعا هو بيتكلم عن مصطفى محمد، بيتكلم عن عمر مرموش، كان مكانهم محمد شريف او تريزيجيه. رايك في كلام كابتن رضا ورايك انت في التشكيله نفسها ونزول ايمن اشرف من البدايه؟ لا ما احنا قلنا كل شيخ وليه طريقه يا فاروق، كل مدير فني عنده وجهات نظر، بيعرف لعيبته، عارف هو عايز ايه من المباراه، وده اللي احنا عارفينه وتعلمناه في الكوره ان مدير فني لما بيبقى عنده ثبات على التشكيل انت مؤمن بيه ولا لا. مين اللي مؤيده؟ انا مؤيده في الماتشين اللي فاتوا يعني النهارده مع المدير الفني مع اداء اللاعبين الرجولي والروح العاليه بتضغى على اي شيء. النهارده لما يكون اللعيبه بتنفذ لك في الملعب لازم يكون مدير صح النهارده كان ما هو في مدير فني بيحط اوراق رابحه بره يا فاروق ان انت يبقى تنزلها في الوقت اللي انا عايز. يعني النهارده لما بينزل تريزيجيه عمل فرق، زيزو لما نزل عمل فرق، ماشي. بس لكن احنا بنتكلم على مصطفى محمد من البدايه يا كابتن. ما مصطفى محمد ما ممكن ما يبقاش ليه دور، ما احنا ممكن ما نبقاش شايفين له دور. اذا الماتش اللي فات كان بيدافع وبينزل وكان بيخلي صلاح يخش لجوه. النهارده صلاح لما كان بيمسك الكوره كان بتدي مساحه تفتح ان ممكن واحد زي النني بيكمل، مرموش بيخش لجوه. ما هو ده الشغل اللي احنا شفناه. لكن ما فيش شغل من الكلام ده، ما حصلش الكلام ده. لا ازاي يا كابتن ما بيحصلش؟ ما حصلش الا لما نزل صلاح خد الكوره وابتدى يروح في الجون الثاني بيلعبها بالعرض تريزيجيه كمل وحطها. ايوه تريزيجيه لما نزل، وعندك الناحيه الثانيه لما صلاح قصدي زيزو لما نزل لما صلاح حطها له يا كابتن. النهارده شفت انت مرموش عمل كده؟ النهارده انتوا مرعوبين من فرقه المغرب. يعني في ناس بتتكلم لا فرقه المغرب النهارده، لا النهارده منتخب مصر اثبت بالدليل القطع ان انت منتخب قوي.
ان انت دست وضغطت عليهم، لان انت حضرتك قلت الجون اللي جه والفرقه رجعت، انت ما عملتش الا ضربه الجزاء وبعد كده يعني ما شفناش المغرب صح. ما شو ما يا كابتن ماشي اي فرقه غير منتخب مصر انت موافق على التشكيل؟ الرضا موافق على التشكيل. طيب خلاص هو الراجل بيسالك على التشكيل. لا والتشكيل جاي. أيوة انا بقول لك هل في اعتراض؟ لا اي فرقه. بص من كلام كابتن رضا انت معترض ده بيدخلنا مش معترض على كابتن رضا. هو انت ايوه هو الراجل مش عايز اصلا مصطفى محمد. لا انا انت بتسالني على التشكيل. انا بقول لو الراجل مقتنع بالطريقه ومقتنع بالتشكيل وادوا بشكل كويس اي منتخب يا فاروق. لو انت النهارده منتخب مصر لما دخل ضربه الجزاء خمس دقائق كان ممكن منتخب على عديم الخبره كان ممكن يقع، لكن قدر يتماسك. قدر يتماسك عندك لعيبه خبره. هو نقطه التحول يا كابتن ابو الدهب انك بيجي فيك هدف يا فاروق إيه؟ وبالتالي يعني عقبال ما برضو ما بتروح وبتبتدي تشتغل على المرمى خلي بالك انت ليك شكل برضو يعني انت بقى ليك شكل هجوم يا فاروق. كله كان له بصمه النهارده الا الاثنين دول. لو الاثنين دول تيم كبير معلش مع وكل اللعيبه موجوده بكل واحد بيقوم بدور كبير. لكن هي نقطه في ايه اهم اثنين زي صلاح بالظبط الطرف الشمال ممكن اقول حاجه والراجل اللي كوره كبيره كابتن مش في وقت كده يقول لك في لعيب الكوره مش شايفه صح. المشكله ان يبقى عندك كله مش شايف، لكن لما يبقى عندك واحد ولا اثنين مش في حالتهم ده للماتش الكام اللي هو كله بيشيل الثاني كله بيشيل الثاني ده. بس انا بس للماتش اصل انا عندي انت عارف لو مش عندي هقول يا عم سمير ايه اه ماشي مع ما عنديش الا هو ده. طب ايه رايك في تغيير التريزيجيه مكان الحجازي؟ قول لك يا كابتن هايله ما هو ممكن حد يفكر في تغيير ثاني خالص. انت عارف انت عملت ليه؟ اه عشان ايمن اشرف موجود. ايوه عشان ان هو هيرجع مكان مكان حجازي وغير من الملعب وان هدا هيلعب تحت الاثنين فرق. طيب يعني الراجل اشتغل النهارده اهو تمام. طب ما ده شغل مدير فني. لا شغل هي تغييره مفيده جدا. ايه ده ش... لا يا كابتن كابتن رضا في مدير فني واقول لك حاجه بقى للعلم بقى أوه. ان كان في خلاف على نزول محمود جاد او محمد صبح والراجل كان مصمم على محمد صبح. ما دي حتته ما لناش دعوه بيها. انا بقول لك يعني الراجل اللي هو صاحب القرار وصاحب الراي ما تقولش يعني اللاعب هو اللي بغض النظر عن نجوميته الكبيره هو اللي بيقرر مين يلعب ومين ما بيلعبش. ونزل ليه طالما هو مش عشان هو الراجل هو عايز صبحي. مين اللي كان عايز ينزل مين ومين اللي ما كانش عايز؟ عصام الحضري كان عايز ينزل صبحي جاد لا 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 عايز اقعده ثالث قبل الماتش يقعدوا تالت وكل قاعد على الدكه اصلا بغض النظر ما في تالت وفي رابع. طيب رايك برضو كابتن كمونه ورايك حتى واحنا بنتكلم في التغييرات والشكل اللي اتقلب بيه المباراه واتقلبت بيه المباراه ان انت في الشوط الثاني شكل مختلف تماما. استحواذ كان موجود من الشوط الاولاني ولكن استحواذ باهداف وتالق كمان من المنتخب. خلينا الاول نقول مبروك لمنتخبنا الوطني قدر ان هو يكسب منتخب صعب ومنتخب قوي جدا في شمال افريقيا. يعني انت لو تتكلم على الاحصائيه والعدد المباريات تالي لعبنا ما تقريبا كسبونا 13 مره تقريبا واحنا كسبناهم اربعه بغض النظر عن حاجه كده يعني ابتدينا نقرب. اه يعني هي يعني الكره المغربيه حلوه عندهم لعيبه على طول مستويات يعني قويه جدا ولعيبه محترفه والكره المغربيه انا على المستوى الشخصي بحبها جدا. لكن النهارده احنا كنا افضل فرضنا سيطرتنا معظم اوقات المباراه مش كلها. كان عندنا ثقه كان عندنا حته ثبات التشكيل دي كانت مهمه جدا. كان عندنا سيطره نسبه الاستحواذ كانت اعلى لينا فبالتالي هدفنا ليه؟ لان صلاح كان فايق تريزيجيه لما نزل كان النقطه اللي انت بتتكلم فيها التغييره كانت اضافه قويه جدا. تريزيجيه ابتدى يبقى بدنيا افضل من مباراه لمباراه لمباراه وده هو كان بعيد. تريزيجيه لما الراجل ابتدى يقربه مستواه الحقيقي ابتدى يظهر. كمل في الكوره من ورا اشرف حكيمي طبعا غلطه من اشرف حكيمي تغطيه عكسيه خطا مرور من صلاح واحد واثنين عملها بالعرض تريزيجيه حطها في الجون. هو نازل ومركز شكله واضح ان هو عايز ينزل يعمل حاجه. ده بالنسبه لل ده من الماتش اللي فات من الماتش اللي فات صح اربع كور. ايوه ما انا تريزيجيه في الماتش كوديفوار ماتش كوديفوار كان نازل في نص الملعب في الماتش ده ماتش كوت ديفوار التغييره برده كانت ايجابيه جدا. كان ماتش فات كوت ديفوار كان نازل في نص الملعب ايوه زي النهارده انما كان بيكمل ماتش يعني الراجل شغال اهو عنده رؤيه يعني الراجل شايف بيقرا الملعب اهو. ما هو مدرب بيعمل تغيير واللعيب هو بقى بيثبت حالته حاله تريزيجيه من ماتش كوت ديفوار زي ما كابتن يبقى ده شغل مين يا كابتن كمونه؟ شغل مدرب وتطبيق اللعيب بس كده. الله ينور يعني ممكن احنا نختلف مع كابتن رضا وممكن نتفق انما هنا مش بنقول مش جاي عشان اختلف مع كابتن رضا احنا بنقول وجهه نظر بنقول ممكن احنا بنقول هو ممكن هو بيختلف على طول. لا احنا دلوقتي بنتكلم على هو الراجل بيسالك سؤال عارف. انت موافق على
ان كان يبدا بحد غير مرموش ومصطفى محمد، هو يبدأ انت دخلتني في متاهه تانية، واصل المنتخب وبيضغط وبيروح. لا يا كابتن، بقى لنا شكل، انا بتكلم، انا اسف، بقى لك شكل اكتر، بقى لنا شكل وبقى لنا اداء، وبدات تفرضوا اسلوبك على المنتخبات دلوقتي، ان بدليل النهارده محمد صلاح، بدليل بدليل لما انا مش ابو الغضب، اسمعني انا والله الغضب، انا اسعد واحد في مصر، احنا مبسوطين النهارده، بس انا بقول لك الحاله للماتش، احنا يعني اختلاف حلو يا كابتن رضا في الفنيات، مفيش مشكله، ماشي يا عم سمير، ماشي ما اختلفتش، بس انا بقول لك ايه، ان احنا نبقى 100 100 لو الاثنين دولت قعدوا حد لعب تاني، واخد بالك، بس عارف 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 كابتن، ما دول بيتعمل لهم حساب كاسماء موجودين، ما انا هقول لك، كمحمد مصطفى محمد، كمرموش، هضيف انا حاجه بعد اذنك يا فاروق، كابتن رضا بيتكلم في نقطه مهمه جدا، انت بتتكلم على تيم وورك، يعني كله بيكمل بعض، انا عندي مصطفى محمد ومرموش، مصطفى محمد لعب البطوله كلها لحد وقتنا هذا ما جابش ولا هدف، مرموش اداؤه اللي احنا نعرفه مباراتين ليبيا مش هو ده مرموش، احنا نفسنا يكونوا احسن اتنين في العالم، مش طبعًا مش في مصر بس، انت عارف، لكن هو هو احنا بنقول ايه كابتن رضا، او انا اقصد ايه وبدا بايه، انا معاك، احنا طالبين منهم ان هم يكونوا افضل من كده، لان هم عندهم افضل من كده، مصطفى هداف ومحترف كده، مش هتاخد منهم بقى، لان هو الراجل اهلكم بدنيا، يغير بقى بالظبط كده، يغير بقى، يروح منزل مين، يطلع محمد مصطفى محمد ونازل محمد شريف، محمد شريف يطلع مرموش ونازل تريزيجيه، تريزيجيه فت بقى خلاص، لا يبدا بيهم، هو ده المفروض يعمل كده، يبدا بيهم، لا بص، لا يا كابتن يبدا بيهم، انت بقى بطوله في ان احنا برده، ما انا اديت فرصه للناس يا فاروق، بيتعمل لها حساب، انا اديت فرصه للناس، حبيبي مفيش الكلام ده دلوقتي، بص هو الوحيد اللي بيتعمل له حساب في فرقتك هو ابو صلاح بس، غير والنني ومصطفى محمد ومرموش وعمرو السليه، طب انا كاتب بتعمل لهم حساب، لا وصلاح ده فتوح النهارده كابتن وقف اشرف حكيمي حبيبي ماشي، ويعني اداله درس في الكوره، ما اختلفناش، وحطه في جيبه الشمال، يعني في الشورت بتاع جيبه الشمال، هو منير حداد بصراحه، واخد بالك الجبهه دي، سفيان بوفال، انت النهارده شفت سفيان بوفال يا كابتن قوي، نجم المباراه النهارده مع صلاح يا كابتن رضا، شفت سفيان بوفال، انا بشوف ان سفيان بوفال من افضل لعيبه المغرب النهارده، اللي نزل بغض النظر عن، لا اللي حط ضربه جزاء سفيان بوفال، اه طبعا، قال لو انت خرج يوسف النسيري، بس هو شكله ايمن مرهق برضه، لعيبه جامده جدا وتعبان، ما عملش ولا راح، انا قلت لك منتخب، اتكلم يا سمير بقى، اماجي عشان عندي فاصل اديك انا بس الوقت، لا هنتكلم، لا احنا، انت بتتكلم على الاسامي اللي انت عمال تقولها ده، سفيان مرابط وسليم يعني ومنير حداد وايمن بركوك وسفيان بوفال يوسف النصيري، كل دي لعيبه جامده قوي يا فاروق، محترفين، انت النهارده قدرت تتصدى كل الهجمات بتاعه منتخب المغرب ليه؟ لان انت نازل المباراه مركز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، بتلعب بثقه، قفلت كل خطوط وكل القوه بتاعه منتخب المغرب، انا البدايه ما كانتش قويه، بدايه مش جامده، عشان كده تسببت في ضربه جزاء لايمن اشرف، كان في تسرع وفي تهور لايمن اشرف، لكن انا كان عندي البدايه كانت تبقى افضل من كده، لكن العوده للمباراه كانت مهمه قوي، انت هزيمه لتعادل لفوز، ده خلي بالك التحويل ده صعب قوي، بس انت اللي خلاك تتحول من الطريقه الدفاعيه الهجوميه او تحويل هجمه من الدفاع للهجوم هو محمد صلاح، محمد صلاح النهارده الله ينور عليه، اثبت ان هو نمبر 1 في مصر وثالث واحد في العالم، لا افريقيا دلوقتي دلوقتي ما انا شايف ان هو، انا بكلمك معلش بقى، مع احترامي النهارده النهارده احترامي ليك كباتن، لا ده انا عندي محمد عبد المنعم وعندي حجازي يا عم، ماشي ما اختلفناش، احنا قلنا كانوا كويسين يا حبيبي، كل ده حشو، ما احنا قلنا كل ده حشو في مركزه كباتن، انت كل ده حشو، احنا بنتكلم على صلاح، لا هو لوحده اللي كان بيلعب، ايوه هو اللي كسبك، هو اللي كسبك، مش هننكر، لا ازاي يا جماعه، ايوه مش هننكر، حاجه واضحه زي الشمس، هو الدافع يعني، اللعيبه الباقيه كومبارس، لا لا ليه، ما في ناس بتدافع كويس وناس بتتكلم بالعقل بقى، ليهم دور يا عم، ما تدخلوش الناس في حته تانية، صلاح النهارده ادى بشكل عالمي، لك في لعيبه بتدافع، في لعيبه واقفه كويس، لا اصلا ما بيحب صلاح يا كابتن، لا يعني ما تقولش كده، احنا قلنا انت راجل حد ما يحب صلاح، ايوه لا يا كابتن ازاي، ده في مصر كلها بتتمنى، امال انت كنت بتقول لي صلاح الكره تبقى مش فوق النقد يا راجل، ده الواحد، لا يا كابتن ازاي النهارده اول ما بيمسك الكره ثلاثه يابا، طيب يابا يابا، واحد على الشمال واحد في النص، يعني الراجل ما موت نفسه يابا، الجون الثاني ده وربنا يتدرس طبعا، شوف واخد الكره من على الخط، طب ما بيعملها في ليفربول على طول يا كابتن، حلو ده طبيعي، ان يعني اذا ان لولا صلاح النهارده وربنا ما هتشم، بس يا كابتن طبيعي، مين زيزو
ده احمد رضا اللي قال لك الكلام ده. لا زيزو لعيب جامد. لا الباص بتاع زيزو 90% من الجون. يا راجل لعيبه كويسه. عندنا لعيبه كويسه فاروق فعلا. لا بص هو خدها وراح بسرعته وعمل التمويه بتاعته دي وقام جاي حاططها زي ما الكتاب بيقول. طيب نطلع لفاصل. نطلع فاصل بعد اذنكم فاصل كده كباتن ونرجع نكمل كلامنا. نرجع مع سمير عشان نرجع لكابتن سمير نكمل معاه كلامه لو هو عايز يضيف حاجه على الشكل. سمير كلامه عاجبني. التشكيل نكمل. انما انت كملين مع حضراتكم ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم. تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد ما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض في نصف النهائي. في ليلة تألق فيها الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعد ما سجل هدف التعادل وصنع هدف الفوز، تعملق مو وقدم واحدة من أقوى مبارياته مع الفراعنة خلال السنوات الأخيرة. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال في الدقيقة 5 من ركلة جزاء في الشوط الأول قبل ما يتعادل محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 54 ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني في الوقت الإضافي الأول. ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير على ملعب أحمد واهدكو بمدينة ياوندي. ووصل منتخب مصر ومنافسه المغربي للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي، وكان سفيان بوفال افتتح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 7 من علامة الجزاء، وأدرك منتخب مصر التعادل بهدف لمحمد صلاح في شباك منتخب المغرب من خلال متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء أسكنها شباك منتخب المغرب في الدقيقة 53، وسجل محمود تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من أحداث الشوط الإضافي الأول بعد تمريرة سحرية من النجم محمد صلاح ليتقدم المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف. وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ16 عبر ركلات الجزاء الترجيحية بعد ما كان حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا. أما منتخب المغرب فنجح في الفوز في مباراة دور الـ16 على منتخب ملاوي بنتيجة 2-1 وكان أسود الأطلس متصدر مجموعته في الدور الأول. عاشت الجماهير المصرية لحظات صعبة وفرقة خلال مباراة المغرب اللي فاز بيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف في اللقاء اللي أقيم على ملعب أحمد واهدكو بدور ربع النهائي. ومن المقرر أنها تكون مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير. هذه المباراة هتكون سارية لمنتخب مصر بعد خسارة نهائي 2017 على يد الكاميرون بنتيجة 2-1، وكان المنتخب الكاميروني مستضيف البطولة حجز أولى مقاعد دور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 2-0. بداية المباراة كانت مثيرة في أحداثها بعد ما عاد حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب بعد إعاقة أيمن أشرف لأشرف حكيمي، واستطاع سفيان بوفال أنه يترجم ركلة الجزاء لهدف في الدقيقة 6 من أحداث المباراة بعد ما سجلها بشكل مميز ولم يتجه ليها محمد أبو جبل. وفي لحظة هي الأصعب في المباراة للجماهير المصرية تعرض محمد أبو جبل حارس الفراعنة للإصابة بعد ما تصدى لكرة خطيرة لمنتخب المغرب كادت أن تسفر عن هدف محقق، ولكن جابسكي نجح في التصدي ليها بنجاح ولكنه لم يستطيع إكمال اللقاء وخرج اضطراري ونزل محمد صبحي كبديل. منتخب مصر افتتح كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه عاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو ثم فاز على السودان ليتأهل لدور الـ16 للبطولة، ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليكمل مشواره بالفوز على المغرب في ربع النهائي ويصعد للدور نصف النهائي. يعني مكملين معاكم زي ما قلنا احنا مستمرين في افراحنا كمصريين، لكن منتخبنا النهارده بيفرح وهنجهز لكم فيديو كده خاص بصلاح وفرحته بعد اللقاء، ولكن طبعا هم هيفرحوا النهارده وبكره هيبتدوا الشغل لمباراه الكاميرون بامر الله، يعني قمه التركيز بالنسبه لمنتخبنا. خلينا نروح بقى لواحد من فنانينا الكبار والجمال، ويعني اكيد بيبقى ليهم راي جميل ويعني في كره القدم، بنسعد دايما بارائه معانا هنا في البريمو، عم صلاح عبد الله طبعا تحياتنا لحضرتك.
بعد مساء الخير عليكم. مبروك. ومصر فرحانة. طبعا. مبروك لمصر والمصريين. اسمعوا دي يا محمد. اتفضل. اتفضل يا سلام. الليله دي احنا فوق فوق يا محمد يا فاروق. دي ليله عجب العجب يا حبيبي يا ابو الدهب. الله. ليله حلوه وميمونه يا سمير يا كمونه. الله. دي ليله عسل واخر جمال يا رضا يا ابن عبد العال. الله. انت عامل مشاكل ليه يا رضا؟ جميله جميله. عم بقول لك عامل مشاكل ليه يا كابتن رضا؟ حبيبي يا عم صلاح ازاي؟ انا بص اشوف رضا عبد العال. ابقى عايز ايه زي ما بيقعد يركبكوا كده انا عايز انكفوا برضو يا محمد وبعدين يا حبيبي انت تؤمر يا عم صلاح والله انت تؤمر احنا بنقول لك كل سنه وانت طيب صحيح عم صلاح خمس ايام تقريبا كان عيد ميلادك يا حبيبي كل سنه وانت طيب كل سنه طيب فعلا صح 25 يناير كل سنه وحضرتك طيب ومبروك النهارده بقى منتخبنا صلاح ايوه يا رضا قول بقول لك عيد الشرطه ايوه ايوه كل سنه وحضرتك طيب حبيبي يا عم صلاح ربنا يبارك فيك وربنا يديك الصحه نور الدنيا بقول لك ما تسكتش كابتن رضا ما تسكتش الرضا هو انا جاي البرنامج ده عشان خاطر كابتن رضا عمل افتاء عالي قوي انتوا ما خدتوش بالكم منه اللي هو والله سمير اللي هو بقى ايه قال لك ايه ما هو في ناس بتتكلم بالعقل وناس مش كده يا سمير ايوه صح ازاي ازيك يا حاج صلاح وحشني اخبارك ايه وحشني جدا حبيبي مبروك مبروك لمصر احب اعاديكم والله ربنا يبارك فيك رغم ان انا يعني ايه النهارده كان عندي يوم تصوير شاق واضطريت امشي طبعا بعد ضغط شديد مني على الانتاج يعني والاخراج عشان اشوف الماتش احب اشوفه كده مع نفسي واخد بالك احنا الليله دي عملنا ماتش حلو قوي يا رضا قوي ما اختلفناش يا عم الحاج والله يا عم صلاح ما اختلف احنا مبسوطين بالروح والاصرار أيوة. اللي بقى عند اللعيبه اللي احنا كنا أيوة. مفتقدينه من 2010 احنا ما عندناش خير بس احنا عايزين نكمل الصوره اقوى واحسن لما اللعيب اللي هو مرهق او تعبان حد يلعب مكانه بس ايوه بص انت عندك حق فيها دي واخد بالك احنا بس ايه من يعني بدانا من كوت ديفوار لا احنا شفنا يوم كوت ديفوار ماتش حلو صحيح الفرقة بدأت أشوف بقى فرقة مصر بقى المنتخب اللي أنا إيه بحب أشوفه على طول المنتخب اللي خد البطولات واللي وصل لكأس العالم النهاردة برضو الحقيقة حاجة تشرف قوي أنا بس إيه مع أبو الدهب عارف في مين في عمر مرموش في الشوط الأولاني عمل شغل جامد يا رضا متحرك قول لي بقى كابتن رضا بقى يا عم صلاح قول له ايه قول لي كابتن رضا النهارده والله كان كويس برضه بص كلامك على دماغنا يا عم صلاح بس انا مش مقتنع خالص لان لو حد في الحته دي هيبقى افضل منه واخطر منه هو ده اللي احنا عايزينه ما بص ده منتخب مصر ورمضان صبحي منتخب مصر وتريزيجيه منتخب مصر تمام بس تمام يعني الماتش اللي فات والماتش ده لاحظ كده ان هو بيجري على خمس دقايق من الشوط الثاني وتلاقيه بدنيا وقع طب ما انا ليه ما اخليه اخر ربع ساعه ولا نص ساعه ينزل هو بمهارته يكسبني بدل ما يلعب ال 60 دقيقه ولا ال 65 دقيقه وانا ما بستفادش منه لان هو بيوزع مجهوده كله على ال 60 دقيقه يا عم صلاح ايوه طب ما بص يا كابتن ما هو برده كروش عمل ايه مش هو نزل تريزيجيه مكان عمر ولا لا مكان حجازي مكان حجازي ورجع ايمن اشرف مساك عشان الاصابه اللي حصلت لحجازي الإصابة المفاجأة اللي حصلت لحجازي أيوة. وبعدين نزل زيزو زيزو مكان مرموش زيزو مهم جدا برضه دقيقة 80 لا والله لا زيزو 80 دقيقة 80 الايه دي زيزو نزل في الدقيقه 80 زيزو نزل في الدقيقه 80 مكان مرموش ما احنا كان في اكسترا تايم اصلا حق صلاح احنا الماتش امتد يعني ايوه ما انا عارف ما انا عارف يا سمير والله يعني هو بيتاخر في التغييرات يا عم صلاح فمفروض ان انت شفت الفرقه بتاعت المغرب وشفت ان انت ممكن يعني تخترقها منين وتبدا تنزل واحد فايق ويسحب الفرقه يعني سواء رمضان تريزيجيه الناس دي كلها انما واحنا خسرانين انت برضو بتلعب ناقص اتنين مصطفى محمد بينزل لتحت طب لما احنا بنعمل الكروسات ما حدش بياخدها انا مش عارف مصطفى محمد ماله بصراحه يعني انت معايا اهو
بس انا ممكن وجهه نظري بس اقولها في النقطه دي ان مصطفى محمد ليه دور مهم جدا في ان طبعا كاسم كقوه بدنيه وتحركات كتير اكيد بيتعب خط الدفاع المغربي. انا عايزه يجيب لي جول يا فاروق. اصل المنتخب يا كابتن ليه فرص ان عنده كذا لعيب زي صلاح زي مرموش زي لا ده اول واحد زي النني كل ده اكتر كل واحد دور هجومي فبالتالي هو ده اكتر واحد بيتعب ده اللي هيترجم جري صلاح جري مرموش جري مش عارف تريزيجيه هو ده هو مين راس حربة مصر مصطفى مين اللي مواجه الجون لما ينزل اما تجيله فرص اما جيله فرص يا جماعه حبيبي ما جات له في السودان وغينيا ونيجيريا يا فاروق احنا عايزينه طب أفضل. انا خلي بس عم صلاح يحل الماتش صلاح اتفضل حاج صلاح والله انا عجبني طبعا الحوار بتاعكم يعني كويس انا بقى اسمع وافق برضه بس يعني انا حاسس ان ايه ان الراجل بدا يظبط دماغه والله يا رضا ولا يا ابو الدهب كلامك مظبوط يا ابو صلاح وكل يعني ماتش عن الثاني لا احنا بنحس ان بقى ايه لا في كوره يعني مثلا النهارده انا شايف ان بعد ما المغرب جابت الجون المفاجئ ده الصدمه اللي هي وجعت قلبنا دي ضربه الجزاء من بعديها على طول احنا احسن منهم على صحيح. طول صحيح احسن منهم بكثير وهم عندهم كورتين اتصدوا كانوا صعبين شويه لا احنا عندنا كور كثيره وانا معاكم بقى في حاجه مهمه جدا محمد صلاح النهارده من لا فارق جدا الله عليك الله عليك قياده حكيمه وبيقعد لو تاخدوا بالكم بيقعد يوجه واضح ان اللعيبه بتحبه يعني خبره في حاله كده من الانسجام والتعاون والجول الثاني ده محمد صلاح بقى ده محمد صلاح وحلاوه محمد صلاح وعبقريته الجون اللي هو سجله تريزيجيه مش اللي جابه محمد ايوه مظبوط هو ده اسلوب صلاح بقى صحيح مش كده ولا ايه مظبوط المهم ان احنا ايه النهارده فرحانين قوي وربنا يتم فرحتنا على خير ان شاء الله عايز اخد من وقتكم لا انا بس برضو يعني رايك في الماتش الجاي بقى الكاميرون شايف منتخبنا يبتدي بنفس التشكيله يعني اللي ابتدى بيها النهارده ولا يبقى فيها تغييرات يعني كابتن رضا عايز بعض التغييرات يعني حضرتك الهجوميه من خلال رؤيتك للماتش النهارده والفتره اللي فاتت والله فاروق رضا بيتكلم في تغييرات ايه كان عايز مصطفى محمد شريف النهارده اللي يبتدي وكان عايز تريزيجيه هو اللي يبتدي مكان مرموش النهارده من البدايه ايوه رضا عايز يعني ايه قوه هجوميه اكبر يعني الناس اللي هي بتنزل متاخر يعني زي تريزيجيه زي رمضان صبحي مش كده ايوه زي محمد شريف عايز الناس دي يعني يعمل بقى العكس يبدا بيها نضمن التانيين دول بقى اللي احنا قلناهم دلوقتي هو ما عندوش اعتراض عليهم اللي هم ممكن ينزلوا ولا انا بتكلم غلط لا صح والله هم ينزلوا اخر ربع ساعه نص ساعه ايوه كده اخر نص ساعه ماشي مفيش مشكله انا بس عايز اقول لكم على لقطه وجعتني وهزتني قوي وانا قلت ان دموع الجبل كانت مفتاح النصر للمصر انا لما شفت ابو جبل بيعيط على الدكه والله يا جماعه انا عيطت معاه هي دي بقى الروح اللي احنا عمالين نتكلم صحيح هي دي رمز للروح بقى روح المصري عمل اللي عليه الحقيقه وعلى فكره يا ام صلاح كان برضو الشناوي قبليه في الماتش اللي قبله لما اتصاب برضو كان يعني متحامل أيوة. ومش عايز يخرج برضو نفس الوضع بالنسبه لابو جبل الاثنين زي بعض ما هي دي الروح أيوة. بقى اللي هي بتكسبنا ايوه دي الروح وقال لك ايه قالوا ايه بقى المصريين قالوا ايه خرج جبل نزل ابوه يعني خرج جبل ونزل ابو جبل صحيح واقول لك حاجه ومحمد صبحي كان جبل ان شاء الله اخو جبل كتر الف خير نكمل المشوار ان شاء الله ولازم نديله الثقه طبعا هو كده بيتهيألي هو اللي هيلعب يعني نتمنى طبعا ابو جبل يعني الاصابه تبقى خفيفه ويقدر يرجع على يوم الخميس لكن طبعا يعني مش مؤكد بشكل كبير فبالتالي صبحي هو اللي هيبقى يعني موجود بامر كل التوفيق ليه يا رب ان شاء الله انا بس قلقان على الكاميرون بايه وانا بقى عايز الكباتن بقى ابو الدهب ورضا وسمير بقى يقولوا لي يعني عندي حق ولا لا انا التحكيم النهارده كانش يعني مش عارف ده كان موتر اللعيبه عندك صراحة. مليون حق جد مش كده ولا ايه عندك مليون حق اثرت علينا طبعا يعني احنا خايفين يعني بقى الماتش الجاي يا حاج صلاح ان الكاميرون طبعا على ملعبها وجماهيرها احنا خايفين من دي بس ربنا يستر انما مش خايفين على منتخبنا اداء وثقه وكوره وكل حاجه حلوه
وربنا يكرمنا ان شاء الله الماتش الجاي، بس ربنا يستر على التحكيم بقى. انا بقى ده اللي قلقان من التحكيم، قلقان من سوء تنظيم، قلقان من الحاجات اللي هم بيعملوها دي اللي هي بتاع الكوفيد دي، الحركات اللي بدا يتشك فيها. يعني في حاجات قلقاني كده من خلال التنظيم للاسف يعني والله. التنظيم الملاكي ده، التنظيم الملاكي يا عم صلاح، في حاجات قلق الواحد. وعشان كده وحصل حاجه رضا شفتها برضه في قناه، حصل مشاده بين لاعب مصر المنتخب بتاعنا ولاعب المغرب. لا خلاص الحمد لله صالحوا الحمد لله، ما فيش اي مشاكل، اتنين اخوات وعرب وبلد واحده وما فيش اي مشاكل الحمد لله. مع العلم اول ما الماتش انتهى عم صلاح محمد صلاح راح للعيبه وشدها وقومها وطبطب عليها وخد حكيمي بالحضن، وهو بيحضن حكيمي ده رضا مش كده؟ طبعا اللقطه حلوه جدا ومنتشره في جميع مواقع التواصل بالظبط. واخد بالك انا قلقان بس ايه اللي حصل حاجه كده، اقول لك هل ممكن يبقى في عقوبات ولا بتاع يعني؟ بس يعني في حاجات مؤلمه. لا هي الخوف برضو ان يجي ساعه المسحه يقول لك لا قدر الله ان صلاح عنده مش عارف ايه. ما هو بقى ده هو ده بقى الخوف. الحركات بقى النص كوم دي، ده معنى في الحاله دي مش هنلعب. في الحاله دي مش هنلعب، هنلم شنطنا ونرجع. عم صلاح انا بشكر حضرتك فنان القدير طبعا والكبير صلاح عبد الله، ومبروك لمصر ومبروك طبعا فرحه المصريين يعني، مش فقط بس لعيبه الكوره ولا الجماهير العاديه، لا طبعا فناننا الكبار دايما بيبقوا سعداء ومتابعين اكيد لمنتخبهم، وبيبقوا طبعا ليهم تحليلاتهم الخاصه الفنان القدير والكبير استاذ صلاح عبد الله طبعا يعني بنشكره شكرا جزيلا. طيب احنا عندنا فاصل يا جماعه. طيب مكملين معاك كابتن، ان بخايف ان احنا بعد دايما كل مداخله فاصل. طيب خليني بس واحنا بنتكلم كابتن رضا، عندي تصريحات مستر كروش النهارده. طبعا هو اتكلم على الحكام وواضح جدا ان في يعني احساس بموضوع الحكام عند المدير الفني. اوكي اتكلم على مواجهه الكاميرون، هي ازاي هتكون الاحتفاظ بالكوره وان انت بتلعب منتخب كبير، اهم حاجه انك تحتفظ بالكوره. اتكلم ايضا على ان منتخب ليس منتخب صلاح، ودي من احدى التصريحات اللي بالنسبه له، وده واضح كمان من شكل الجماعه النهارده بالنسبه لي. واتكلم ان رغم كل الاصابات اللي احنا ممكن بنواجهها والصعوبات اللي بنواجهها لكن مكملين بشكل جيد، ودي حاجه بتدل على ان يعني قوه منتخبنا وان احنا كمان عندنا القدره الكبيره على الفوز بالبطوله رغم الاصابات دي ان شاء الله يعني بامر الله ده يكون كلامه. لكن خلينا اخد رايكم في التصريحات الخاصه بكابتن رضا، لو عندك تعليق على اي تصريح من ده. انا عندي تعليق بس ان احنا لا منتخب صلاح، وصلاح اثبت النهارده ان احنا منتخب صلاح، لان صلاح لو مش موجود مش هنكسب المغرب، صلاح لو مش موجود ما كناش كسبنا الكوت ديفوار. كان الناس بتقارن ما بين وجود اشرف حكيمي في المغرب وعطائه مع المغرب في الفتره اللي فاتت وصلاح. يا عم ده كان النهارده كان متوتر جدا وكان خايف جدا بدليل الكورتين الفاولين اللي جوله، وقال لي اقل ماتشاته. وبعدين ده احمد فتوح النهارده قلت لك حط في الشمال. ايوه مظبوط صراحه يعني. طيب كابتن وداب عندك تعليق على التصريحات؟ لا شايف كل تصريحاته متوازنه يا فاروق. يعني الحكم النهارده فعلا كان موتر اللعيبه، ويمكن ادى بعض الخطوره اللي الفاولات اللي حسبها من الاطراف على فريق منتخب مصر، وكان ممكن يكون وترت بعض الشيء اللعيبه، كان بيخش دخلات قويه جدا وشفناها اكتر من مره. التصريح بتاع طبعا محمد صلاح، خلي بالك احنا لما بتنقد اي لاعب انت بتبرز سلبيات اي لعيب عشان بعد كده يقدر ان انت تتفاداها في المستقبل. لكن انت منتخب مصر، اي حد بيلبس فنات منتخب مصر بيأدي بشكل كويس جدا. لا احنا عندنا ال 28 اللعيب اللي راحوا يلعبوا في امم افريقيه كلهم رجاله وكلهم يد واحده، فاعتقد ان اي حد يلبس فنات منتخب مصر يبقى قادر ان يكسب ويفرح الشعب المصري. طيب كابتن كمونه لو تعليق على تصريحاته برضه. يعني في حاجات لازم نقف عندها ونتكلم عندها. التحكيم طبعا دي حاجات مع حق، لان الحكم النهارده حجمنا وفاولات كتير ووترنا وفاولات على ال 18 وانذارات، كل دي حاجات طبعا بتاثر على الاداء الفني واللعيبه بتتشد. بالاضافه كمان حصل توتر خارج الملعب، ده اثر على اللعيبه سواء في الملعب داخل الملعب او خارج الملعب، فدي احنا كنا عايزين حكم يسيطر على المباراه بطريقه اهدى من كده في قراراته، ما يبقاش منفعل. القرارات معظمها كانت عكسيه علينا، بس ضربه الجزاء ضربه جزاء. صحيح ده تهور من ايمن اشرف، دي حقيقه اتقال. كان لايم ايمن اشرف على طول، ما حدش بيتزحلق جوه ال 18 دلوقتي، تروح وتقف
دي بالنسبه للتحكيم. الحاجات الثانيه عاديه يعني، بس انا هقف هنا على ايه، احنا لسنا منتخب صلاح، احنا بنتكلم بنقول منتخب مصر، لكن هو ما ينفعش يقول لسنا منتخب صلاح. احنا كنا بنقول الكلام ده ايام كوبر كتير، يقول لك ايه ادي لصلاح واجري يا صلاح ومش عارف. لا احنا منتخب مصر، بس صلاح برضو هنفضل نقول ان هو رقم واحد، هو المؤثر الحقيقي. ده صلاح بعد الماتش كده وهو في والطبيعي ان صلاح وفرحان والاغاني طبعا الشعبيه المصريه اللعيبه بتبقى مبسوطه لما كان قائد النهارده وراحوا طبعا الاوتيل وقائد وجاب جون وعمل جون وانا بتكلم على طول على صلاح وبتكلم في ظهره وبعمل له يعني سبورت على طول لصلاح، لان هو فعلا لعيب كبير. هو ده بقى محمد صلاح سواء في الملعب برضو او بره الملعب. سعادته كنجم كبير وانه بالفوز هو سبب الفوز، خليه يبقى برضو طبعا هو نفسه يحقق بطوله مع منتخب مصر فالحاجات دي بتبقى بتفرحه. فانا بتكلم على نجم كبير زي ده، شوف اخلاقه بعد المباراه، راح لاشرف حكيمي اللي بيلعب باريس سان جيرمان احسن باك رايت في العالم، بيواسيه وبيقول له معلش وما تزعلش وتعوض واللي جاي احسن. ده دور النجم، دور اللعيب الكبير، فهو قائد وراجل مكسب لينا بالذات النهارده كمان. هو اضاف الهدف الاول وبعد كده عمل اسيست لتريزيجيه. لا قائد كبير وكلنا نستفيد منه. كميه استلام لصلاح الكره للكوره تحت ضغط وان هو يحجز ويقف، ده الاكسترا تايم كله. لا يعني طبعا مش عارفين ياخدوا الكوره، كل لما بيمسك كوره قدره ثلاثه حواليه ثلاثه، وفي لقطه كمان لو جت اربع لعيبه داخل ال 18 اول ما يستلم ويعمل فنت او يرقص لواحد يلاقي واحد على يمين واحد على شماله واثنين في القلب. صحيح. فلعب كبير. صحيح. فعاملين حسابه. صحيح. وكل ده جماعة يعني هو برضو بيحط حط نفسه تحت ضغط، والراجل بيحاول بقدر الإمكان على قد ما بيقدر عايز يفرحنا، والنهاردة فعلا فرحنا. صحيح. عايز أقول نقطة بس، يعني أنت النهاردة مثلا السنغال لسه هتلعب مثلا، النهاردة كان بعدينا إزاي حكم يجي سنغالي يحكم في الدور ده لينا؟ أيوة ده مفروض ان اي حكم سيبك بقى من طالما فرقته في الادوار دي ما يحكمش. صح. زي مثلا حكمنا المصري كان لازم يتغير الدور الجاي. لا ده من الدور ده، لان الدور ده ما انت عارف ان السنغال موجوده وهتكسب وانت ممكن تقابلها في النهائي. صحيح. فيجي مثلا حكم سنغالي زي النهارده زي ما عمل معانا كده ويحسب اربع خمس فاولات مع ضرب الجزاء ممكن تنهي لك الماتش. فازاي اللجنه تعدى عليها حاجه زي كده؟ صحيح كده. طيب دي صوره صلاح مع حكيم يا كابتن بعد اللقاء. لا الصوره في صوره كمان برضو يعني تكمله الصوره هو بيحضنه. الصوره يعني. الصوره بتعبر ايه؟ راجل كسبان وراجل خسران وبيواسيه بيقول انت لعيب كبير وما يهمكش بالتوفيق في اللي جاي. ده لا دور لا. نجم. لا ما كانش بيقول له في التوفيق، بيقول له ايه؟ قال له مش انا قلت لك هنكسبك. حلوه دي. ما هو خلي بالك كابتن كان في صوره هما الاثنين في الاوتيل مع بعض قبل اللقاء. طب ودي صوره تانية بقى كان وبن شرقي ولاعيبه تانية يعني بقى يعني لما كان موجود ولا طبعا دي الروح الرياضيه عامه يعني. وخلي بالك في كمان اخر يعني احنا يعني اخوه اشقاء ومباراه دايما بتبقى ما بيننا وما بين بعض في الاخر بنبقى. خلي بالك لو يعني لا قدر الله اللقطه دي العكس لا قدر الله، لكن كان اشرف حكيمي كان يعمل كده مع صلاح مؤدب جدا. جدا محترم وعلى فكره منتخب قوي جدا جدا جدا. وهو دي الصوره التانية اللي بقول لك عليها، عاملين منتخب مغربي جديد. ده هو الفتره اللي جايه. صحيح. منتخب قوي جدا. صحيح. طيب كابتن رضا ناخد تقييمات حضراتكم بالنسبه للاعبين النهارده، وعايز اشوف بقى كابتن رضا النهارده هيدي تقييمات بالنسبه للعيبه وارقام عامله ازاي. طيب الكباتن طبعا يعني ابو جبل 10. ابو جبل 10 ماشي، لان الكره اللي صدها دي كانت هتغير مجرى المباراه. احمد فتوح 10. حجازي 7. محمد عبد المنعم 10. عمر كمال 9، عشان في فاولين في الاخر عملهم يعني هو غصب عنه كان تعب، بس برضه المفروض ان هو ما يعملهمش لان كان عمله خطوره واترفعت من ناحيته والكلام ده. تمام. ايمن اشرف 8، عمرو السوليه 8، محمد النني 8، عمر مرموش 3، مصطفى محمد 2، محمد صلاح 10، تريزيجيه 10، احمد زايد زيزو 7، محمود علاء 8 لان بقاله فتره رجليه بعيد عن الملعب ونزل وكان كويس، محمد صبحي 9 بعد ما نزل، رمضان صبحي يعني ما لحقش وضيع واحده ياخد 6، مروان حمدي طبعا ما لحقش خالص بس هنقول ياخد 5. كابتن ابو الده انا اقول لك على حاجه فاروق، يمكن بعد الاداء اللي احنا شفناه في دوري المجموعات، انا بكلمك بعد اللي احنا شفناه في مباراه جود ديفوار ومباراه النهارده، لا قد كل اللعيبه حتى اللي نزلت قدهم العلامه الكامله بدون استثناء. 10 من 10 لعيبه رجاله، حتى اللعيبه اللي نزلت اللي غيرت
قده بشكل جلي. لكن خليني اقول لك ان احمد فتوح بيثبت يوم عن يوم ان سابق سنه وعصره ويمكن من احسن الباكات ليفت اللي في افريقيا. طيب كابتن كمونه، كل اللعيبه هايله الحقيقه، بنقول لهم مبروك الاداء ومبروك النتيجه، دي نقطه مهمه جدا. في استمراريه في الاداء الجيد مباراه عن مباراه، مباراه كوت ديفوار ومباراه المغرب. النهارده الحقيقه يمكن بدي ابو جبل 10، فتوح 8، حجازي 7، محمد عبد المنعم 8، عمر كمال عبد الواحد 8، ايمن اشرف 8، سوليه 8، محمد نيني 8، مرموش 7، مصطفى محمد 6، صلاح 10. تمام. بقيه اللعيبه تريزيجيه، تريزيجيه اديله 9 من 10، زيزو وزيزو اديله 8، محمود علاء اديله 7، صبحي اديله 9، ورمضان صبحي اديله 5، ومروان حمدي ما لعبش، نزل في الدقيقه 120. تمام. يعني نقول له يعني ان شاء الله. طيب انتوا الثلاثه مجتمعين على نجم اللقاء النهارده مين؟ ابو صلاح. صلاح يعني صلاح طبعا، صلاح. واحمد فتوح يا نمبر 1 ابو صلاح. صلاح. طيب انا بالنسبه لي صلاح طبعا بس مع النني. مع مين؟ مع النني. ما النني خد الماتش اللي فات. معلش النني تاني. تاني؟ طيب خلينا النهارده. طب وليه ما تقولش ابو جبل بعد الكره اللي صدها؟ لان كانت مباراه اليوم ابو جبل والنهارده طبعا يعني بالرغم من ان هو كان مصاب لكن كان عايز يكمل طبعا، يعني في الاول وفي الاخر هو ده روح موجوده عنده ان هو عايز يكمل، لكن طبعا الاصابه كانت هتخليه ما يقدرش طبعا خلاص يختم مع المباراه. نعم يا كابتن. هتختم؟ لا لا لا، انا معايا مصطفى طبعا شقيق محمد ابو جبل. ونطمن عليه ونطمن على الوالده، يعني لان طبعا يعني واضح ان اثناء متابعتها للقاء كان في طبعا شده اعصاب، وبالتالي طبعا نطمن عليها من خلال مصطفى شقيق ابو جبل. مصطفى تحياتي ليك يا مصطفى. اهلا، تحياتي ليك كابتن محمد، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه كابتن رضا، كابتن ابو الذهب، كابتن كمونه بيسلموا عليك. مرحب. انا بس بمتع كابتن رضا وكابتن ابو الذهب وكابتن سمير كمونه طبعا، الكباتن كلهم. ربنا الف سلامه على الحاجه درش. طمنا على كابتن رضا. طمنا على الحاجه طبعا رقم واحد لان دي ست الكل، وبعد كده نطمن على ابو جبل لو كان كلمكم يعني. لا الحمد لله، والله احنا دلوقتي قلقانين على الحاجه اكتر من ابو جبل. طبعا ما انا بقول لك الاول هي ابو جبل هيخف يا عم، الحاجه الحاجه تخف يا عم. كنا سامعين المصطفى. هي زعلت شويه، زعلت كتير قوي على جبل النهارده. كنا سامعين يا درش. الحمد لله هي اطمنت عليه ويعني كلمته وكده، فالحمد لله. الحمد لله هي الحمد لله تمام يعني، الحمد لله. كلمته. ما اطمنتش غير لما كلمته. طب قول لي ابو جبل بقى كلمكم النهارده عشان اطمن طبعا اكيد على الحاجه. لسه مكلمنا. طيب. دلوقتي والحمد لله احنا اطمننا عليه وان شاء الله. اخباره ايه بقى؟ قال لك الاصابه عامله ازاي؟ الدنيا اخبارها ايه؟ خير، هي في العضله الضمه بس ان شاء الله باذن الله خير، يعني ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. هو ذبح يا مصطفى ولا لا؟ لا لسه والله يا كابتن رضا، احنا كلنا ليه بقى مع الاصابه جت عشان كده؟ وكان قال لك بعد الماتش اللي فات فيه اجلين. بعد ماتش المغرب. طب اضح بقى عشان ان شاء الله يلحق الماتش اللي جاي بتاع الكاميرا. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. ان شاء الله. الف سلامه عليه وعلى الحاجه درش. الف سلامه يا مصطفى، وان شاء الله نشوف ابو جبل في الماتش الجاي. طبعا كلهم واحد وكلهم يعني ان شاء الله يعني نجوم كبيره، سواء بقى ابو جبل او الشناوي او محمود جاد او حتى محمد صبحي النهارده اللي يمكن نزل النهارده في موقف ممكن يكون صعب على لسه شاب صغير، لكن اثبت ان هو برده زيه زي ابو جبل زي الشناوي، كلهم صراحه يعني اولاد مصر. والله كابتن محمد، احنا لو هنستفاد من البطوله دي ان شاء الله باذن الله بعد ما ناخدها، وان شاء الله باذن الله هنبقى استفدنا ان هي ادتنا اطمنتنا على الناس اللي هي البدلاء بتوع منتخب مصر، ان احنا الحمد لله ما عندناش حاجه اسمها اول وثاني وثالث. صحيح. لا صحيح. بسم الله ما شاء الله الثلاثه والثلاثه كويسين، وجاد كمان لو لعب برضه هيبقى احسن. اكيد برضه. اكيد. صفا انا بشكرك، ودايما سلامنا للحاجه كده، والف سلامه عليه والف سلامه على ابو جبل. اشكرك مصطفى طبعا اخو ابو جبل. انا حتى بعت لابو جبل قبل ما اخش كده، كان منزل الستوري كده، كان عيد ميلاده كان من يومين تقريبا، اول امبارح، وكنت بطمن عليه برضه لكن هو لسه ما ردش عليا. السلام عليكم. كويس احنا طمنا من مصطفى. طيب عايز اسالكم، رمضان صبحي ضيع الكوره، فكر في ايه؟ ضيع الكوره دي ازاي؟ كابتن رضا قول لي كده. اولا هو ما عندوش ثقه ونازل، يعني فكر تفكيرين، يعملها لصلاح ولا يعملها في الجون، وارضيه سوق ارضيه الملعب برضو، يعني انا بقول سبب من اسباب ان هي تبقى بالشكل ده. بس برضو اقول لك على حاجه، في واحده برضو محمد صلاح عملها لزيزو، لو لطش على طول جون صلاح بيلم ليه تاني؟ قصدك زيزو اللي لم زيزو ليه. صلاح اللي عملها له. لا عملها له. واخد بالك؟ لا انت بتلم ليه؟ اي حاجه بطن رجلك وش رجلك جون. انت لميت ده يعني، اولا انت بششول، ثانيا
ان انت صعبتها على نفسك تاني، لما انت لو لبيتها برجلك اليمين اي حاجه كانت جول. طيب كنت قدام عندك يعني تفسير لان رمضان لعب الكوره بالشكل ده لان الجول فاضي، رمضان كمان بمهارته كلاعب يعني كبير حطها في كل سهل استحاله ان يضيعها. يمكن رمضان من احسن اللعيبه اللي موجوده وصعبان عليه ان هو قاعد احتياطي ومش موجود في التشكيله اللي هو تفسيرك انه يعني عملها ممكن تبقى نفسيا، ممكن يكون عدم ثقه زي ما كابتن رضا قال، ممكن يكون زعلان، ممكن يكون لكن عايز يضمنها ملهاش عذر، هو ممكن يكون عاوز يضمنها اكتر او كان ممكن يفكر تفكيرين زي ما قلت ان هو عايز يلعبها لصلاح تاني او كده، لكن مع صلاح مع رمضان استحاله ان هي تضيع الحته دي لان الجون فاضي. لو كان صلاح على فكره كان من بدري كان ممكن يعملها ويحطها. طيب كابتن كمون عندك تفسير تاني؟ هو طبعا رمضان لعيب كبير وكان المفروض يبقى ليه دور اكبر من كده، وانا قلت في بدايه البطوله ادواره هتبقى قليله، الراجل مش هيعتمد عليه بصفه اعتمد عليه النهارده نزله اعتمد عليه ده نازل في الدقيقه 111 بس يعني وده اعتماد النهارده رمضان لو كان جاب الجول ده ماشي، ما هو نازل مش مهيئ، هو نازل مش مهيئ، هو ليبيا وجاب جون وما لعبش تاني، نازل مش مهيئ فاروق ونازل زعلان في التوقيت اللي نازل فيه وتوقيت 111 يعني انت بتتكلم خلاص الماتش قرب يخلص، هل هو ليه دور في الاربع خمس دقايق اللي نزلها او التسع دقايق اللي نزلهم دول؟ اشك. هو الكوره اللي اتفضل احنا لعيب الكوره وعارفين ان انت لو خدت دقيقتين تقدر تغير شكل رمضان عشان يسخن شكلك قدام الجهاز الفني والجمهور وكل حاجه، رمضان بامكانياته عشان يسخن ما كنتش باصص لي فيهم لا هو ايوه ما كنتش باصص لي فيهم وان انت مش منزل لي مثلا يعني انا منزلك ليه دلوقتي؟ انا منزل كابتن رضا دلوقتي عشان تكملي عدد عشان ايه كمالي تعدد لا طب ما نحرجه بقى يا كابتن رضا بقى انزل رمضان ينزل يتالق ويدوس ويلعب ويحرجه عشان الراجل يلعب مش هيلحق يعمل ما هو خلي بالك لما لما بينزل ومش مركز فبالتالي هو مريح. قول لي قول لي تغيير رضا تغيير رمضان بالنسبه للكروش النهارده يا كابتن هي بالنسبه لتغيير كروش في الدقيقه 111 زي ما اتفقنا هي تغيير يعني تكتيك بسيط قوي في توقيت بسيط عشان مصطفى محمد عشان ما كانش قادر عشان محمد ما كانش قادر وبيقدر انه يمسك الكوره وانتوا كده بتكرهوا مصطفى محمد ليه يا عم ما انت عمال تتكلم على مصطفى محمد انا بتكلم على رمضان مش بتكلم على رمضان ليه دور دفاعي عشان يقفل ناحيه زي ما مرموش وربنا ولا زي ما مرموش ليه دور النهارده كان قافل على اشرف حكيمي لا ما انا اسف يعني بعد اذنك كابتن كمونه بيتكلم بعد اذنك ماشي مفيش مشكله هو كان الراجل منزله عشان يوقف اشرف حكيمي ان الفتره دي كان اشرف بيكمل نواحي هجوميه وعايز يجيب جون وكلام فهو نزله عشان رمضان بيعرف يعمل نواحي الدفاعيه دي كويس قوي تسع دقايق تسع دقايق لكن هو ما كانش مهيئ نازل زي ما اتكلمنا هو شكله زعلان مش هيلحق يعمل حاجه في تسع دقايق حتى لما جات له الكوره مش مركز حتى ده رمضان ممكن يعملها لوب في المرمى لا ده ممكن ده هنشوف لعيبه بتجيبها من نص الملعب جوه ممكن يكون افتكر ان الجون لسه واقف لا خلي بالك ده فد رجع التاني وياسين بونو كان لسه موجود عملها جامد اصلا على 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 يمين صلاح كمان كانت بعيده قوي صلاح ما لحقهاش حب يجيبها برجليه اليمين ما لحقهاش انما هو دور او فتره نزل فيها دور تكتيكي دفاعي شويه تمام نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل عندنا فقره نمبر 1 انا عندي الفيديو يا جماعه الخاص ب ماشي عندي طبعا فيديو خاص لينا في البريمو خاص بالمدرب البلجيكي جورج ليكنز وده بيتكلم فيه عن اللقاء بيتكلم فيه عن المنتخب المصري ومقابله المنتخب المصري للمنتخب المغربي وده طبعا خاص للبريمو هنطلع بيه فاصل ونرجع بقى بعد الفاصل كباتن عندنا فقره نمبر 1 هتكون مع حضراتكم طبعا تقولوا لنا عليها وطبعا تتعودتوا عليها طبعا خلاص فاصل وكمان مع حضراتكم نعم إنها مباراة التأهيل بين مصر والمغرب للدور النصف النهائي المغرب ومصر هم أفضل فريقين في هذه البطولة بالرغم من أننا لا نقدر أن نقول هذا في المجمل كل فرقة فيهم بها لعيبة مشهورة ومحترفة دوليا وأفضلهم وأشهرهم قادة كل فرقة في النهاية حكيمي يلعب ضد صلاح حكيمي ضد صلاح تعتبر مباراة داخل المباراة الأصلية وهذا يرفع من درجة التنافس بشكل عالي ويجعلها أعلى مباراة في البطولة كلها وبسبب ذلك يصعب القول أي الفريقين سيفوز بالمباراة لأن المغرب فرقتها قوية وجيدة جدا لأن حكيمي ليس مجرد لاعب كنت أعرفه أو أعرف لعبه فمثلا المغرب عندها ميزة مهمة في الهجوم لو عرفوا أن يسيطروا على صلاح ويبعدوه عن الهجوم والتهديف ستكون فرصتهم كبيرة في الفوز في النهاية نقول للفريقين هذه مباراة التأهيل النهائي ففرصة سعيدة للمنتخبين
طيب هنكمل مع حضراتكم فيديو قبل ما ناخد فقره نمبر 1 كباتن. خليني بس اقول احنا نادي الاهلي سافر خلاص لكاس العالم انديه وبالتالي منتخب مصر مكمل وبالتالي النادي الاهلي بنجومه اللي موجودين في منتخب مصر مش موجودين. نجومه اللي موجودين في منتخبات اخرى زي تونس علي معلول زي ديانج في مالي هيبقوا موجودين، لكن منتخبنا الوطني وصل للدور قبل النهائي وبالتالي كلام المهندس احمد مجاهد اللي كان مسؤول في الوقت ده عن اتحاد الكره وقال ان نجوم الاهلي هيكونوا بكامل وجودهم في كاس العالم الانديه، وحتى قال ليس كل ما يعرف يقال، لكن الوضع ان احنا يعني وصلنا لمرحله ان المنتخب وصل للدور قبل النهائي وبالتالي طبعا انت النادي الاهلي مش هو كان بيفكر ان احنا هنخرج عشان كل النادي الاهلي نجوم كله هو هيفكر ان ماري وتونس تخرج اما كده ما خرجوا ماشي دول خرجوا لكن المنتخب بس لا هو كان الاهم لعيبه منتخب مصر طب كانش متفائل وبعدين مالي مش هتكمل ولا كان تونس هتكمل انما هو كان الاهم ان هو كان عنده ثقه كبيره ان منتخب مصر مش هيكمل وعشان كده ضرب التصريح ده وجات على دماغه بس الحمد لله ان احنا كملنا الحمد لله لا طبعا يهمنا منتخب مصر اهم حاجه كل احترام تخيل بقى لما انت مسؤول الاهلي بيقوم بدور مهم جدا دور وطني برضو كنادي مصر تخيل لكن لا المنتخب تخيل مصر. لما انت تكون مسؤول عن اتحاد الكره وتقول تصريح زي ده لازم يبقى فيه محاسبه الموضوع ما يعديش اصل هو يعني مصدره ايه ويقصد ايه هي فيها غير كده يعني هي فيها غير كده ما احنا ما ان احنا هنطلع وان لعيبه المنتخب هتنضم للنادي الاهلي مع كل الاحترام طبعا انت لما بنقول الصراحه الناس بتزعل هو التصريح اعرابه ايه اعرابه ان انت لي. ان احنا هنخرج ان احنا هنخرج وماله طيب كابتن رضا ده فيديو خاص لينا وناس يعني طبعا دول حبايبنا مشاهدي البريمو في كوت ديفوار ده مسكرين اسمع بقى كابتن بيقولوا ايه وربنا مسكرين انت رقم واحد في مصر برنامج البريمو رقم واحد في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن رضا عبد العال نحن محبونك ومتابعونك من أبيجان. أنت رقم واحد في مصر. برنامج البريمو رقم واحد في مصر. أسر خالد. ربنا وبركاته. كابتن رضا لا حل وربنا مسكرين. لا وكمان يعني احنا كان عندنا لو عندنا الفيديو برضو بتاع اخواننا في تونس طبعا وهم بياخدوا الارائنا الخاص بمنتخب تونس وكلامنا عن منتخب تونس برضو يعني الحمد لله المتابعة جميلة يعني من اخواننا التوانسة والمغاربة والجزائريين الحمد لله رب العالمين احنا مسمعين سواء لمنتخبنا او للناس اللي هي برا كوت ديفوار تونس وبنشكرهم طبعا ده تكبت خلاص زعصي كلامنا مؤثر طيب خلينا ناخد رايكم النهارده النادي الاهلي بيعلن انتقال محمد عبد المنعم وعودته للنادي الاهلي وهيكون موجود في كاس العالم للانديه رايك في رجوع محمد عبد المنعم وتاثيره كابتن مكسب كبير يعني مكسب كبير طبعا يا فندم لعيب هايل واكتسب خبرات ومكسب للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بيعاني من قلب الدفاع فهو لما يرجع هيلعب هو ايمن اشرف لا انا عايز اعرف بقى لجنه التخطيط دي يعني بناء على ايه اعارته ثابت اتنين مع كل احترام وتقديرهم رامي ربيعه وكان سعد سمير ليه يعني سعد مش مع ان لا من اول الموسم انا بكلمك من اول الموسم وانت شفته مكسر الدنيا في سموحه واتكلمنا عليه هنا احنا اتكلمنا لو جبت الحلقات بتاعتنا اللي اتكلمنا عليه كان في ايمن اشرف ازاي ده ما يرجعش برضو اصابه بدر بنون يا كابتن ما هما الاثنين دول هيلعبوا طول الدوري في حاجات برضو اثرت معاك حبيب قلبي هما الاثنين دول هيلعبوا ولا لازم يكون عندك اربعه خمسه عشان هو جابوه عشان بنون تعور بدر بس برضه تاثيره طبعا مش موجود وربنا ده اعلى من اي حد وقلنا الكلام ده قلنا الكلام دوت السنه اللي فاتت هنا في الماتشات اللي كان عاملها في سموحه طيب عندنا خاص نمبر 1 بتاعنا بقى كابتن ممكن خش اوكي خش عليه طيب عندنا اول ظهير ايمن في افريقيا افضل ظهير ايمن في افريقيا اشرف حكيمي سيرجيو ريه ويوسف عطار مين يا كابتن قولهم تاني كده اشرف حكيمي سيرجيو ريه انا ما اعرفش الا اشرف حكيمي يوسف عطار ليه بتاع الجزائر يوسف عطار حبيبي مع كل احترام وربنا ما اعرفش كوت ديفوار طب ما تحط لنا واحد مصري عشان نبقى عارفين عشان نختار المصري انت اتفرجت على بطوله الامم كلها ده انت قاعد وربنا ما اتفرجت على اشرف حكيمي بس اصل طيب قول لي يا كابتن طيب مين حكيمي كابتن حكيمي اشرف حكيمي ماشي افضل ظهير ايسر احمد فتوح عبد الرحمن بابا ورامي بن سبعين فتوح طبعا كابتن بده لا فتوح عامل بطوله كويسه فاروق فتوح هاي فتوح افضل لاعب وسط محمد نني فرانك سي
واسماعيل بن ناصر. فرانك سي ده اللي هو لاعب الميلان يا كابتن وخط وسط كوت ديفوار اللي خرج، وطبعا ده اثر بشكل كبير على منتخب كوت ديفوار وطبعا ساعدنا كتير. ما شفتوش؟ طيب هنقول النين. النين ابن بلد طبعا. الناس هتقول لك ده بيهجس وخايف والكلام ده، بس هو مين قلت؟ مين؟ نني. برافو عليك. مين يا كابتن؟ كابتن ابو الدهب. لا فرانك. يا فرانك. فرانك لا كوت ديفوار. اه طيب ما شفتوش. نني. النين. افضل جناح ايمن رياض محرز، موسي سيمون طبعا لاعب نيجيريا، ونيكولاس بيبي لاعب كوت ديفوار. لا بيبي بتاع كوت ديفوار. بيبي. بيبي يا فرانك. لان رياض السنه دي ما قدمش حاجه مش زي الدوره اللي فاتت. والباك والوينج ليفت ده اليمين ده سيمون ده ده رقم 15 يا كابتن بتاع نيجيريا. بتاع نيجيريا. لا والله. اه ده رقم 15 بتاع نيجيريا. يبقى انا سيمون باللي فيه ده. موسي سيمون يا كابتن. موسي سيمون. لا انا قول لي بالنسبه لي رياض محرز طبعا لعيب كبير قوي. رياض محرز ماشي. اه طب ماشي كده. افضل جناح ايسر ساديو ماني سوفيان بوفال وياسر ابراهيم. ياسين ابراهيم. مين افضل ايه؟ افضل جناح ايسر. طب انت سالت ابو الدهب في الونجات ليفت؟ لا والله انا قلت لك ببي. لا والله سوفيان بوفال يا كابتن ولا ساديو ماني ولا ياسين ابراهيم؟ قول تاني يا عم. ما هو ساديو ماني. ايوه سوفيان بوفال. آه. وياسين ابراهيم. لا ياسين ابراهيم. ساديو ماني. صلاح بره المقارنات دي يا كابتن. ماشي احنا اه طبعا. لا صلاح ما اتحطش في وسط الناس دي. طيب افضل حارس شناوي اونانا. ما سالتنيش. سالتك يا كابتن. ساديو ماني. طب مين؟ ماني. ماني ماشي. ما كابتن رضا ويخلينا نروح بص ونيجي. طيب افضل حارس شناوي اندري اونانا وياسين بونو. شناوي طبعا. شناوي. ها شنو. ماشي. افضل مدافع حجازي جمال بالعمري كاليدو كولوبالي. حجازي ولا مين؟ حجازي. طالما منتخب مصر يبقى اه يا كابتن حجازي يا فاروق. احمد حجازي. تعرفين طبعا كولوبالي. اه طبعا. ماشي. افضل مدرب اليو سيسي وحيد خلوليزيتش وجمال بالماضي. عمر الحريري. كابتن رضا. مينك؟ وحيد اللي وحيد سي مدرب. مدرب المغرب. ماشي اوكي. مين يا كابتن؟ اليو سيسي هو الاولاني ده. مين؟ ما هو ده اليو سيسي مدرب السنغال اللي وصل النهارده. ما هو ده خليل وزيتش اللي في النص. جمال وده جمال اللي بالماضي. وحيد سي. ثقافتك فرنساوي. كابتن كابتن كمونه. اليو سيسي مدرب كويس. مين؟ اليو سيسي. اليو سيسي بس كان على فكره في انتقادات الفتره اللي فاتت عليه وعلى اداء المنتخب. وطبعا عشان وصل الفوز 3-1 اتكلم كمان. انت عامل شغل كويس. هنقابلهم في كاس العالم ان شاء الله نتفوق عليهم باذن الله. ووصل للسيمي فاينل ومكمل. برافو عليك. هم ما قابلوش منتخب برضو كويس لغايه دلوقتي بس هو وصل. طيب. عمل كلمه من كل واحد عن الماتش الجاي يا كابتن. نعمل ايه في الماتش الجاي عشان نعدي المباراه ان شاء الله بمكسب ووصول المباراه النهائيه؟ كابتن رضا ندعي يعني ندعي ان شاء الله يبعد الاصابات والتحكيم تحكيم والاصابات وان شاء الله يلعبوا لنا بالروح بتاعه محمد ابو سويله. هنكسب اي حد. تمام كابتن وده. يعني انا شايف بالروح والعزيمه اللي موجوده عند اللعيبه والحب اللي بينكم اتمنى ان شاء الله ان انتوا طمعتوا الشعب المصري بامانه واثبتوا ان انتوا رجاله ومعدنكم اصيل. اتمنى ان شاء الله ان انت تكمل على خير ونقدر نكسب وسهل ان احنا نكسب لان احنا بنعرف نلعب مع الفرق الكبيره. عندنا لعيبه كبيره جدا يا فاروق. اتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله لمباراه الكاميرون سيمي فاينل. مباراه مهمه كلنا منتظرينها ان شاء الله. نلعب بنفس الاداء ونفس الروح والالتزام في الملعب وما يبقاش في تهور زي الكوره بتاعت ايمن اشرف النهارده. التحكيم ممكن ما يكونش معانا مش هيفيدنا ممكن يجي علينا. خلي بالك كل المدافعين بالذات نبقى في حذر شديد ما يبقاش في تهور داخل ال18 عشان الفاولات كمان اللي عند ال18 يعني بتبقى صعبه جدا. فلازم يكون في حذر شديد جدا والتركيز من اول دقيقه لحد اخر ان شاء الله. كابتن انا بشكركم. كابتن كمون شكرا حبيبي. حبيبي بشكركم. مبروك لمصر. مصر ام الدنيا وام الكوره في افريقيا ومهد الكوره في افريقيا. احنا اول منتخب حصل على هذه البطوله. وصلنا للنهائيات لتسع مرات خدنا منهم سبعة. دي حاجة يعني طبعا حاجة جميلة. إن شاء الله تبقى العشرة وتبقى التامنة إن شاء الله
في هذه النسخة بأمر الله. كل التوفيق لمنتخبنا، التجهيز طبعا مستمر حتى يوم الخميس، وإحنا معاكم في البريمو متابعين منتخبنا إن شاء الله حتى اليوم الخميس. كل التوفيق بأمر الله لمنتخبنا. تصبحوا على خير.